بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل المحاضرات الخاصة بلجنة دورة الحكام بإذن الله تعالى اللي بدأها الأستاذ يحيى امبارح، كان بخصوص القانون. احنا هنتكلم على بعض الحاجات التانية الأساسية اللي هي المهم برضو حكم الشطرنج يكون على علم بيها في أشكال مختلفة منها أو حاجات مختلفة منها. كان في برنامج للدوره قبل كده كنا عملناه في نادي الصيد وفي اسيوط، برضه هنشوف يعني في برنامج كان اتوزع او اتعلق في برضه البنود بشكل عام اللي هو المفروض الحكم يعني يبقى عنده علم بيها، واجبات وصفات الحكم. اتوزع عليكم ورق، لو في نسخه منها معايا يا محمد من الورق اللي اتوزع. حكم الشطرنج مختلف تماما عن حكم اي لعبه تانية، يعني البعض بيعتقد ان حكم الشطرنج ملوش دور واضح او غير ان هو يحط قطع للشطرنج او ياخد السكور شيت في الاخر. فهو حتى نفس الحكم يوم ما بيخش التحكيم بيبقى ما هوش فاهم دوره ايه، يعني ده انا متاكد يعني كان نسبه كبيره من الحكام مش عارفين دورهم ايه، غير اكتر ان هو فعلا ياخد النتيجه وكلام زي كده. كان له دور اكبر كتير قوي لو عنده علم بالمعلومات اللي احنا هنتكلم عنها في خلال المحاضرات اللي جايه، المحاضرات النهارده وبكره وبعده. يمكن بكره بالذات هيبقى فيه التركيز على برنامج اللي هو السيلز مانجر اللي هو لبعض الناس اللي هم عايزين يتعلموه او ازاي يعرفوا يطبقوه. ففي مواضيع مختلفه اللي هنلحق نحاول نخلصه النهارده وبرده في خلال اللي هو بقيه الدوره. واجبات وصفات الحكم، تنظيم مسابقه، بتفيدك الحاجات دي برضو انك انت مش مجرد حكم، لو انت مسؤول مثلا في اي مدينه او في اي محافظه او حاجه زيك او نادي او شركه وعايز تقيم مسابقه يبقى لازم يكون عندك معلومات عن المواضيع اللي هنتكلم فيها وانواع المسابقات الايه المختلفه. استخدام الساعه اتكلم فيها الاستاذ يحيى امبارح، وزائد ان في هنا فيديو معرفش لو بس عايزين يمنتجوا الاول قبل ما ياخد وقت في عرضه لشرح الساعة برضو كان عامله الأستاذ أحمد العليمي حكم دولي برضو. قواعد المسابقات في قانون الشطرنج اللي احنا دايما بنتعود ان احنا بندرسه، قواعد هو قانون الشطرنج او اللي هو الفيدا تشيس لوز بس فقط، لكن في حاجة تانية برضو الحكم ضروري يدرسها ويبقى نحاول. انا عندي بس نسخة بالانجليزي معرفش هل في نسخة عربي ولا لا، ممكن تكون ترجمة الأستاذ أحمد يحيى هتكون موجودة في كتب القانون، يبقى بص عليها ثلاث أجزاء كده لو موجودة بحيث لو حد عايزها يبقى ممكن ياخدها. في حاجة اسمها تورنمنت رولز، تورنمنت رولز دي قواعد المسابقات الاساسيه بتتضمن ازاي تعمل قرعه قبل اللعب، تنظيم مسابقه بالذات وازاي تدعو اللعيبه والتصوير قبل اللعب في بدايه اللعب ازاي، يعني مثلا 10 دقائق بس او 5 دقائق. اهم النقط فيها اللي هو واجبات كابتن الفريق اللي هي في بطولات الفرق، ايه المفروض اللي هي الحاجات المطلوب منها ان ما يقدرش يتجاوزها كابتن الفريق. كلام برضو بشكل عام على تنظيم المسابقة. ملخص أنظمة المسابقات هنتكلم عنها وتطورها ازاي من اول الراوند روبن خروج المغلوب لغايه الايه النظام السويسري اللي احنا تقريبا اللي بيتميز او اللعبه الوحيده حسب علمي اللي هو اللي بتلعب بيها او بيطبق بيها النظام السويسري هو الشطرنج. ويمكن ممكن نقترحه لبعض الالعاب الثانيه لانه ممكن نظام مفيد جدا يصلح بالذات للايه المسابقات اللي فيها عدد كبير من اللعيبه. انظمه كسر التعادل، وفي حوالي مثلا 20 نظام او اكثر او 30 نظام لكسر التعادل، وكل نظام كل واحد بيحب النظام دوت او يعتقد ان هو النظام ده افضل عشان يشوف ترتيب اللعيب لو في ناس متساويه في النقاط فهو بيحدد مين الافضل. نظام توزيع الجوائز شكله ان هو موضوع اي كلام لكن هو موضوع مهم جدا لان في 3 انظمه اساسيه لتوزيع الجوائز في حاله تساوي اللعيبه في النقاط. التصنيف الدولي، حسابات التصنيف للعيب المصنف دولي سابقا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، او اللعيب الجديد في التصنيف، الالقاب للاعبين وللحكام، النظام السويسري. هناخد بقى هنس سريعه، يعني انا من النوع اللي بتكلم يمكن بسرعه شويه احاول ان انا اتكلم ببطء مثلا لو في حتت مهمه او محتاجه الشرح
بس انا بيبقى حاسس ان في معلومات كتيره قوي مستخسر ان انا نفسي ان انا اقولها لكم في الوقت اللي هو الضيق ده، وان كنتوا تبقى عندكم علم بيها. والسويس مجرى زي ما اتفقنا، والقانون اللي هو الاستاذ يحيى قدم. عايزين كراسي بره بقى كمان اكتر، كنا قلنا امبارح الموضوع ده. طيب موضوع اللي هو تنظيم المسابقات، عندنا عايزين واحد عايز ينظم مسابقه، فايه هي المسابقه المقترحه اللي هو اللي ممكن ايه يستخدمها في بالنسبه بقى للشكل يعني او الشكل المقترح اللي عايز ايه ينظم بيه المسابقه. ممكن مسابقات، انواع المسابقات او اشهر انواع المسابقات، في انواع كتير قوي، اشهرهم اللي هو خروج المغلوب، وده اللي معروف طبعا في مثلا بعض اللعبات الشهيره مثلا زي التنس طاوله بالذات، او في نظام الكاس في كره القدم. وفي اللي هو الدوري الكامل، كل بيلعب مع الكل. وفي حاجات بقى انظمه، وفي طبعا النظام الشهير جدا اللي هو السويسري، يعني دول اشهر ثلاث انظمه، خروج المغلوب ونظام الراوند روبن والنظام السويسري. في انظمه ثانيه مختلفه زي نظام الشيفنينجن، ممكن برضه يبقى عندكم علم بيه لانه موضوع برضه او نظام كويس ممكن ينفع لو في جامعه مثلا عايز تلعب مع جامعه. فريق يلعب مع فريق، نادي يلعب مع نادي فقط، وكل اللعيبه اللي في النادي دولت يلعبوا مع اللعيبه التانيين من النادي التاني. فرض النادي ده ممثل بست لعيبه، كل فريق بيبقى ممثل بست لعيبه او ثمان لعيبه او 10 لعيبه مثلا. فكل واحد من اللعيبه دولت هيلعب مع اللعيب دوت في جوله، والجوله اللي بعديها هيبقى واحد تاني من اللعيبه برضه يلعب مع واحد تاني، وهكذا، بحيث ال10 دولت يلعبوا مع ال10 التانيين. فده نظام بيبقى ظريف للتقابلات اللي فيها دعايه مثلا او حاجه زي كده، او تقابلات احتكاك، عايزين يعملوا احتكاك ما بين دوله ودوله. لكن الانظمه المهمه اللي احنا هنتكلم فيها اللي هم الراوند روبن قلنا، وخروج المغلوب، و والسويس سيستم. خروج المغلوب احنا معروف مثلا لو عندنا 16 لاعب عشان يخرج نطلع الاول محتاجين كام يوم؟ لو بيلعبوا ماتش واحد بس. هو ده مقدمه برضو للكلام، هنتكلم بعد كده عن النظام السويسري. ال 16 عشان يبقوا 8 محتاجين يوم. 8 عشان يبقوا 4 محتاجين ايه؟ يوم كمان، ادي 2. عشان يبقوا 2 يبقى يوم ثالث، عشان يبقوا 1 يبقى يوم رابع، يبقى محتاجين 4. اللي هو بيسموه رياضيا 2 اس 4. 2 اس 4 هو بيبقوا ايه؟ بعباره عن 16. لو 32 واحد يبقى احنا محتاجين منطقيا ايه؟ 5 ايام على طول، مش محتاج تحسبها من الاول. لو 64 يبقى محتاجين 6 ايام، اللي هو 2 اس ايه؟ 6. 128 محتاجين 7 ايام. فده نظام ظريف اللي هو خروج المغلوب، بس بيبقى فيه ظلم، يعني لو انا مش معروف قوتي مظبوط طبقا تصنيفيا او حاجه زي كده، ممكن نصيبي ان انا العب مع واحد جامد في اول جوله، وممكن اسافر مثلا 1000 كيلو اروح اسوان في 16 ساعه ولا 15 ساعه وتعبان ولا بتاع ومجهد، واقوم لاعب دور واحد واقوم راجع تاني. فاصلا بيفضلوا اللي هو نظام خروج المغلوب بيبقى عباره عن 4 ادوار او 8 ادوار او 6 ادوار، بس برضو ان انا ايه ممكن نصيبي ان انا العب مع واحد جامد وما يبانش ايه قوتي، وخلاص انتهى دوري بعد ال4 ادوار دولت او بعد ال6 ادوار. فالنظام عيبه في كده، بس بيصلح مثلا لبطولات العالم، النهائيات بتاع بطولات العالم من اول دور الثمانيه. قبل مثلا دور الثمانيه ما بيبقاش فيه خروج مغلوب، بيبقى فيه راوند روبن في الغالب، وقبل الراوند روبن ممكن يبقى فيه سويس سيستم، بس هو دور الثمانيه بيبقى فيه خروج المغلوب. بيطبقوه برضو في نظام بطوله العالم، التصفيه اللي قبليها بياخدوا اوائل القارات بالاضافه اوائل التصنيف الدولي، بيبقوا مجموعهم 128 لاعب، وبيقولوا خروج المغلوب من دورين، يعني مش من دور واحد، بيبقى دور بالابيض ودور ايه بالاسود.
نيجي على النظام. انا بتكلم بسرعه على بعض المواضيع على الموضوع، لان في مواضيع كتير قوي عايزين بس تاخدوا فكره ايه عامه عنها. الموضوع الثاني اللي هو النظام الراوند روبن، جينا على نظام ثاني ان احنا عايزين نعرف الترتيب بتاع اللعيبه من خلال ايه نظام الراوند روبن. نظام الراوند روبن جميل جدا وعادل، وهو اعدل نظام يظهر لك فعلا ترتيب الايه المظبوط للعيبه، بس في عيوب، يعني في مزايا وفي عيوب. المزايا اللي احنا قلنا اتفقنا ان هو بيظهر لك الترتيب المظبوط. العيوب ايه؟ ان مش معقوله مثلا لو عندي 100 لاعب عشان اطلع الاول منهم، مش معقول اعمل مسابقه من 99 لاعب. اكتر مسابقه اتعملت في مصر كان 30 لاعب تقريبا سنه حاجه و70 75، وقعدت حوالي شهر ونص تتلعب، كانت 72 تقريبا، قعدت شهر ونص تتلعب. وفي واحده ثانيه سنه 75 انا فاكرها ليه، لان انا المفروض العب فيها واعتذرت عشان الكليه الدراسه يعني. فتقعد شهر ونص تتلعب لانهم مش بيقدروش بيلعبوا كل يوم، وفي ايام بيبقى الدور كان في ساعتها زمان كمان بيبقى دور مؤجله، يعني الدور بيقعد 7 ساعات ولا 6 ساعات والدور ما يكملش فيكمل ايه ثاني يوم. فطبعا مش معقول انك انت تقعد مثلا 100 لاعب تقعد 99 يوم. يبقى نعمل طريقه ثانيه ان احنا نقسمهم 10 مجموعات، كل مجموعه 10، ونطلع الاول من كل مجموعه، اللي هو اللي هيطلع الاول من كل مجموعه يلعبوا النهائي 10، بس برضه في ظلم في توزيع ايه المجموعات دي، برضه نقطه او عيب. يعني لو احنا التصنيف الدولي موجود لكل اللعيبه وكلهم معروف انهم مصنفين، يبقى ممكن اقسمهم لقوه متساويه تقريبيا. بس برضه ممكن انا ظروفي ان انا وقعت في مجموعه، انا تخصصي ان الاستاذ محمد فاروق بيكسبني بينما انا اقوى منه، يبقى انا اتظلمت برضه. لكن لو انا بلعب في مسابقه كلنا مع بعض يبقى الظلم بيبقى ايه اقل. نيجي على، انا بتكلم سريعا يعني، ممكن نتكلم تفصيليا على الانظمه دي فيما بعد. على النظام السويسري. ايه هو النظام السويسري؟ حد يقول لي كده سريعا من الساده الجدد بالذات اللي انتوا بتلعبوا بيه او البعض بيلعب بيه في المسابقه. نظام السويسري اللي هو عباره عن تقسيم اللعيبه المصنفين كلهم وبعدين غير المصنفين. ايوه. بعدين بيبدا يقسم المجموعتين مع بعض، 100 و 50. تمام. واحد يلعب مع 49. تمام تمام. يبقى ده الكلام اللي انا عايز اقوله بعد شويه. ايه تاني حد عايز يعرف تعريف، يعني زي ما بيقول عرف كذا في الطبيعه او في الفيزياء، ايه هو النظام السويسري بالنسبه لحضرتك؟ النظام السويسري هو زي هما بينادي كل اللعيبه مع بعض، يعني بيعمل زي ما المصنفين حاجه غير المصنفين، بس في الجوله الاولى اللي هو بيبدا يلعب غير مصنف مع مصنف، بعد كده بيبدا كل الوقت مع بعض يلعب مع بعض والخسران يلعب مع بعض. حلو، برضه تفسير برضه اقرب شويه. في حد عنده تفسير تاني للنظام السويسري؟ هو تعريف تاني؟ انا النظام السويسري من وجهه نظري، مش وجهه نظري يعني تاليفي، يعني من خلال قراياتي او من خلال فهمي، هو عباره عن نظام خروج المغلوب، بس في عمليه ارضائيه ان المغلوب بيستمر بيلعب على جنب. واخد بال حضرتك؟ هو خروج المغلوب بالظبط. احنا هنفهم النظام السويسري بعد شويه برضو اكتر من خلال لو احنا دخلنا له من المدخل ده. هو خروج المغلوب بس المغلوب مستمر، مستمر وبيلعب على جنب، لو قدر يصعد تاني وينهض هيطلع تاني للقمه تاني، فبندي له الفرصه ان هو مش بيخسر وبايه بيتكل على الله او بيمشي او بيخرج من المسابقه. طيب لو انا مسابقه 32 لاعب، ده انا بنط نقط سريعا، لو 32 لاعب عشان والنظام السويسري عشان اطلع الاول محتاج كام جولة؟ ها؟ خروج مغلوب محتاج 5، مش كده ولا لا؟ لو أنا خارج إيه؟ مغلوب على طول. طيب، لو أنا محتاج الأول والتاني، محتاج أطلع التاني، يبقى محتاج كام جولة؟ 6. يقولوا زود جولتين كمان، يعني دي معلومة عشان برضه لو أنت عايز تعرف عدد الجولات اللازمة للمسابقة ديت إيه أو الكافية عشان تقدر تحدد المراكز إيه الأساسية أو اللي هي اللي تحتاجها إيه. يبقوا 7. دي ممكن يجي سؤال، فعشان كده برضه خدوا بالكم يعني من النقط اللي هي الحاجات اللي زي كده. لو محتاج تطلع الأربعة الأوائل يبقى أنت محتاج عندك 64 لاعب ومحتاج تطلع الأربعة الأوائل، يبقى أنت محتاج كام جولة؟ 8. 64 لاعب ومحتاج تطلع الأربعة الأوائل. سؤال يعني رياضه شويه، انت حضرتك دكتور في العلوم ولا ها؟ في الرياضيات. طب قول لي بقى حضرتك 64 لاعب ومحتاج تطلع الاربعه الاوائل من خلال المعلومه اللي انا قلتها. 64 هتطلع اللي هو بعد 6.
اشرحها له ما اشرحهاليش. اه يبقوا 8 اه والثالث 2 يبقى 10 والرابع 2 يبقوا كام؟ 12. واضحه للجميع الدكتور شرحها؟ ها؟ سهله خالص ولا لو مش سهله قولوا لي بس عادها بس ما فيهاش حاجه. ده دايما كله بيغلط فيه. اسالهم يقول مثلا الاختبار ولا حاجه يقوم كاتبينه 7 اللي يكتبوا 9 اللي يكتبوا ما اعرفش كذا يعني بيبقى نادر ان هو يعمله مع ان هو انا بعتبر ان هو موضوع سهل قوي بس يمكن بس توصيل واضح ليكم هو ده الايه الاهم. المطلوب نظريا ان انا محتاج 12 جوله، عملتهم 10 جولات المسابقه مش هتقول لك لا، عملتهم 15 مش هتقول لك لا، يعني زياده حيطه، يعني مثلا لو فرضا 20 بيتصلوا بيا ساعات من محافظات يقولوا احنا المسابقه عندنا 22 لاعب بس. فمش حرام ان احنا نعملها 9 جولات، عايزين نعملها 5 جولات ولا 7 جولات، ليه؟ عايز تعملها 15 جوله اعملها. يعني عندك يعني وقت يعني مش ما فيهاش كل ما بتزيد جولات كل ما بتدي فرصة اكتر وبتدي وضوح اكتر للمركز. انت واخد بالك يعني وبالذات كمان لو في تأهيل، يعني لو من خلال المسابقة بتأهل مثلا الأربعة الأوائل بيطلعوا لمرحلة تانية أعلى أو هيمثلوا منتخب، هيمثلوا منتخب أسوان، هيمثلوا منتخب مصر أو يطلعوا تصفية نهائية بطولة أساتذة، يبقى كل ما تزيد عدد الجولات خير. كل ما تقل عدد الجولات كل ما بتقلل الميزانية اللي أنت بتصرفها للمسابقة دي. فانت بتعمل دايما معادله، اللي هو اللي بينظم مسابقه بينظمها بيبقى عنده حاجات كتيره قوي عايز يعملها. فكره المسابقه ايه؟ او عايز يعمل المسابقه ليه؟ تنشيطيه دعائيه، لا تنافسيه جامده، عايز يجيب لعيبه جامدين يبقى هيصرف اكتر، عايز يزود الجوائز اكتر، يعني عوامل كتير قوي بيفكر فيها علشان يقدر ينظم ايه؟ كل ما تكتر الجولات بتبقى اكتر. تمام، احنا اتكلمنا سريعا كده عن أنظمة المسابقات بشكل عام. في كان الموضوع اللي هو اللي كان المفروض أتكلم فيه قبليه اللي هو قاموس الحكم الناجح. ده أنا متوزع عليكم، يا ريت برضه مش هقوله برضه بحيث إيه نقدر إيه نخلص المحاضرة في ساعة كده ساعة ونص ونتكل على الله نروق نريح نفسنا وتروحوا بقى اللي عايزين. لا لا أنا بس أنا بقى. ففي ورق متوزع عليكم اللي هو قاموس الحكم الناجح، انا كنت عامله زمان فيمكن تلاقي بند ولا بندين اتلغوا. يعني اللي هو مثلا في ساعه الجيلوتين مثلا احتمال تلاقي حاجه زي كده، ممكن تلاقي الحته اللي هي الخاصه بال انا كان محتاج ان انا اراجعه يعني اوزعه، الحته اللي هي الخاصه لو الدور مؤجل ما عادش في ادوار مؤجله اللي هو تعمل سند موف، احتمال تكون موجوده البند ده. فالاول بيقول لك مواصفات الحكم ايه؟ حكم يكون مظهره كويس بقدر الامكان ويروح ايه عشان يقدر يقنع اللاعب بقرار اي قرار بيتخذه. يعني اي لاعب بتتخذ قرار ضده او حاجه زي كده فبيعتبر انك انت ظالم له ايا كان، يعني هو من وجهه نظره ان ده ظلم له. فازاي انك انت تقنع خصم تقنع اللاعب بالايه بالقرار اللي انت بتتخذه؟ لازم يبقى مظهرك كويس وسلوكك او طريقه عرضك للقرار نفسها كويس. يعني مثلا انا جاي بشبشب نتيجه ان انا رجلي ورمه مش قادر ولا بتاع، المفروض الحكم ما يروحش بشبشب مثلا. يعني يبقى لبسه ايه لائق او حاجه ما يفضلش كده ماشي كده ولا بتاع، ما يبقاش قاعد وماسك جورنال جنب اللعيب وقاعد بيقرا. حاجات انا بشوفها ببعض الحكام في بعض المسابقات وبتبقى سيئه جدا او بتدي مظهر سلوكي سيء للحكم، ويوم مثلا ما يحصل مشكله وتيجي بقى تروح تحكي له وتلاقي اللعيب هب فيك. ما هوش ما انتش مالي مركزك قصاده. فانا بعتبر يعني انت لما تقرا في الحاجات دي هتلاقي في حاجات ايه مهمه يا ريت نطبقها. واخد بالكم؟ انا كان معلش اعذروني نتيجه تقول في ورم في رجلي فعلا فمضطر البس شبشب كده ونتصرف باذن الله تعالى، بس انا بقول لكم الصح ايه يعني. يعني قدوه سيئه النهارده شويه بس. قانون الشطرنج المطلوب انك انت مش تروح بس تقولنا تجمع سكور شيت او تحط قطع الشطرنج والكلام زي كده، لازم قانون الشطرنج تبقى عارف تتصرف ازاي، مش كل حاجه بتنده رئيس الحكام عشان يحلها لك، لازم يبقى عندك فكره عن القانون ايه. الاستاذ يحيى كان بيقول امبارح وانا بقولها، يعني انا بديت محاضرات في جميع الدول العربيه، في مش جميعها يعني في دول عربيه كتير وفي مصر وكل حاجه، مع ذلك باجي امسك مسابقات بره مصر لغايه دلوقتي قبل المسابقه بيومين ولا حاجه، بمسك القانون زي الاطفال بفضل اراجع وابص عليه وكذا وايه ده ولو حصل لي كذا يا رب اه المشكله دي انا كنت حلتها زمان. مش عيب، احنا بقى بنستكبر، انا بقيت حكم دولي، انا بقيت حكم درجه اولى، ابص في القانون ليه؟ انا حكم بايدي. لا ده طبعا مش مظبوط، يعني مش لاقي التعبير يعني انا اقوله، يعني لان في تسجيل بقى مش عايزين التعبيرات. ايوه الفيديو.
ممكن نقفل الفيديو. فهنا بقى فيها انا مقسمه فيها، عملت فيها مجهود زمان من حوالي 5 6 سنين كده، مقسمه قبل اللعب بتعمل ايه، اثناء اللعب بتعمل ايه، بعد اللعب بتعمل ايه. في من الامثله الظريفه اللي انا قابلتها، يعني انا اتعلمت كتير قوي من حكام على مستوى العالم، يعني في حكمت في على ابطال عالم، على كاسباروف وكاربوف وكريمنج واناند، وليا وقائع كتيره معاهم يعني، او حاجات حصلت معاهم كتير يعني. فمن اكتر الناس اللي استفدت منهم اللي هو رئيس لجنه القوانين مش الحكام، اسمه هيرت هايشن، شخصيه يعني عنده مثلا حوالي 80 سنه او حاجه، او 70 سنه 75 سنه تقريبا، وما انا مش هحسده لحسن يموت بكره ولا حاجه، صحته احسن مني. يعني وما هوش حكم يعني، دايما اللي بيوصل رئيس حكام بيبقى قاعد على المنصه كده، وقاعد بقى حاط يا ما هنا يا ما هناك، انا رئيس الحكام وخلاص. لا، رئيس الحكام انا بعتبره لازم يبقى فيه مواصفات تانية مهمة جدا، زي من الحاجات اللي انا شفتها في هايشن ده. لو في مشكلة قبل ما تحصل المشكلة بلحظات، بص تلاقيه هو واقف فيها يعني، على طول ناطط يعني عليها على طول، بيحس بالمشكلة من قبلها، بيبتسم يعني، هو بيذبح اللاعب وبيديله عقاب لذيذ او عقاب جامد، اللاعب ما فيش مشكلة عنده. طبعا الردود حاضرة في دماغه بشكل ايه جامد يعني. النشاط بتاعه بقول لك انه قاعد بيلف في الصاله يشوف اي مشكله على طول او اي حاجه قبل ما تحصل. انا ببقى سعيد لما بمسك مسابقه في اي دوله عربيه ان المسابقه تعدي وما يحسوش ان انا موجود في المسابقه، يعني ما يشعروش ان كان في حد اسمه حسن خالد في المسابقه، ده انا في قمه السعاده، لانه كل شويه حسن خالد موجود حسن خالد موجود، يبقى في مصايب بتحصل وانا بحل هنا وبحل هنا. فانا بحاول دايما اتفادى المشكله قبل ما تحصل، ودايما قاعد بتحرك. وبرضه بلاحظ الاستاذ يحيى برضه، طبعا استاذنا برضه قاعد يعني، مثلا كنت في طول الشركات مع رئيس حكام وانا مع مساعد، ما كنتش بتحرك. ما كنتش بتحرك يعني، انا بالنوع ما كنتش بتحرك ليه؟ لان انا واثق ان الاستاذ يحيى يعني عامل مجهود اكتر مني، يعني اكبر مني في السن يعني بشهرين كده. بس كان نشيط جدا، فعشان كده ايه، في ثقه خلاص، مش محتاج ان انا ايه، ان انا اعمل اي حاجه. فانا قاعد بقى كده بسلطن نفسي وحاجات زي كده. في ناس بقى يحبوا يعملوا المشكله عشان يوروا الناس انا موجود، وانا اجي بقى ايه احلها، يعني بدون ذكر اي الناس ذاتي خلاص كده. فمطلوب انك انتوا تقروا الكلام ده، احتمال برضه يجي سؤال فيه، ويمكن انا بخوفكم بس عشان تقروه، يعني يمكن لو ما استفدناش في المحاضرات ان احنا بنقرا بعض الحاجات ديت، يبقى ده مهم جدا لو انت عايز تبقى حكم ناجح. يبقى انا ايه نجحت على الاقل ان انا اخليكم تهضموا الكلام اللي موجود في الثلاث ورقات ده، والقانون اللي قاله الاستاذ يحيى، وشويه ايه معلومات ايه بسيطه. حد يقول لي المعلومات دي ايه فايدتها ايه؟ اللي انا اعرفها اللي هو في النظام السويسري ايه يعني، ولا نظام حسم التعادل ايه، استفاد ايه؟ ما انا بحكم بس القانون. طب ما احنا بس خلينا مع الاستاذ يحيى يوميا ونشتغل قانون وبس، ايه الفايده؟ انا من وجهه نظري المعرفه في حد ذاتها يعني ابداع، المعرفه في حد ذاتها حلو جميل، ابداع كابداع معرفه جميل تمام بصفتي يعني تخصص بقى. انا كلاعب شطرنج اولا وبعد كده عايز ابقى حكم ثانيا، مهم جدا نعرف حتى لو مش هستخدمها. طب برضه في تمام كلامك، في حد تاني له راي تاني؟ تمام حلو. وبرضه في حاجتين مهمين انا عايزهم بس يتقالوا. انا من البطولات بستفيد كحكم او من تحت البطولات بستفيد واتعلم، لو في خطا اعرف عنه. تمام. وفي الوقت استاذ عادل، انا الحكم لازم اعرف البطوله بتنظم على اي نظام. مش معقوله ابقى حكم بطوله ما تعرفش ليه. طيب مش معقوله خوفا من حاجه بتحصل في كل المسابقات بالهبل، وابص الاقي الحكام بيتصلوا بيا، ويا اما اكون انا موجود ويسالوني ليه حسم التعادل معمول بالطريقه دي. يعني ايه حسم التعادل؟ اللي هو تجميع دورات. ايوه ها حكم كده ومش عارف حاجه زي كده، طبعا حاجه عيب قوي بصراحه يعني، دي نقطه من النقط. التصنيف بيتحسب ازاي؟ اتصنف بعد كام ايه جو؟ ابص عليهم يبعتوه له، يبعتوه ليا، يا اما يدوا لهم تليفوني لو انا ما بحضرش المسابقه. ساعات بعمل ازواج من البيت صحيا تعبان شويه ولا حاجه، فيقوم متصلين بيا. طب انت لو انت عندك المعلومات دي يبقى بسهوله هترد على اي حد، وبسهوله برضو بتثبت قوتك وبتثبت مركزك كحكم، يعني بيثق فيك. المعلومات بالظبط. الحاجه الثانيه ان قلت لك لسه كنا بنتكلم من شويه، انك انت ممكن تنظم مسابقه
فانت لازم تبقى عارف كل حاجه في المسابقه دي بدون لحد. ايوه بالظبط، بدون ما تلجا لحد. مفيش حد ما بيلجاش، انا لغايه دلوقتي بلجا برضه لحد، او في يعني كل المعلومات برضه لسه بشوف، بس بقدر الامكان يعني بقدر الامكان يبقى انا ايه قوي في الايه في البيانات دي او في المعلومات دي. كمثال مثلا كنت بقولته برضه في بعض المحاضرات، في النظام السويسري في قواعد في النظام السويسري معينه ان اللعيب ما يلعبش، انا بنط بقى يعني مش مرتب قوي لان انا بحاول نتكلم بشكل عام، ممكن لو خدنا ريست بعد شويه واتكلمنا نبقى نمشي بنظام اكتر. يعني في النظام السويسري مثلا في قواعد مهمه جدا لازم ما تتعدهاش، زي اللي انا ما العبش مع خصمي اكتر من مره، واخد بالك؟ ده من اهم قاعده، ان انا ما العبش معاك في نفس المسابقه اكتر من مره. واحد يجي يتخانق معايا، انا لعبت مع اللعيب ده مره قبل كده، امتى يا ابني؟ ولا بتاع، ويفضل يفكر شويه، ده المسابقه اللي هي بالشهر اللي فات ولا من اسبوع اللي لعبته في الدوري. ده واحد زي وائل فكري بالذات يصطدم في الكلام، انت عارف انت النوعيات اللي هي زي كده، ويكون هو يا اما مثلا بيتعمد عشان ينرفزني او هيعمل مشاكل، يا اما فعلا ناسي. طب ايه بتحصل حالات ايه ثانيه ممكن العب مع اللعيب مره ثانيه؟ حاله شاذه بتحصل. لا ما طبعا لا، احنا عارفينها، الاستاذ يحيى عارفها، والاستاذ محمد سعد عارفها، والاستاذ يوسف عارفها، الناس الثانيه اللي هو غير الاساتذه الكبار. ده ممكن يكون في النهائي مثلا، لو حاله شاذه تماما. ايوه يا دكتور، لو تعادل يعني مثلا، اصلها بتحصل كتير قوي، وبعدين يجوا يتخانقوا معايا ولاعيبه كبيره على مستوى الفريق القومي، ازاي انا لعبته قبل كده؟ ما هو مش نظام بقى وائل فكري ولا بتاع، لا كذا كذا كذا. ليه بقى؟ لانها نقطه مهمه جدا، بس عشان انا بقولها كده وبزود عليها الوقت شويه عشان ما ننساهاش. لو انا كسبتك بالانسحاب او انت كسبتني بالانسحاب، انا استفدت ايه من الدور؟ خدت نقطه، مش كده؟ اضافت لسجل النقط بتاعتي. بيبحث عن مصدر الضغط، يعني انا ما استخدمش، قعدت اقول بروجيكتور ذات شو، ما استخدمتوش، بس كان استخدمه بعد شويه بعد الراحه كده او حاجه زي كده. كنت بقول في ايه؟ الانسحاب. استفدت منك ان انا خدت نقطه، بس كاني انا لعبتك بالابيض برضو، دي برضو على الالوان. ساعه ما نتكلم عن النظام السويسي يبقى في اختبار نظام سويسي، انا لعبتك بالابيض وانت بالاسود، برضو اللون مش محسوب. انا لعبتك ودي مش محسوبه، يعني كاني ما لعبتكش، مسموح لي ان انا العبك مره ثانيه ومره ثالثه. يعني خلاص بقى حصل ان انا مثلا كسبتك بالانسحاب وانت قدمت عذر ومعلش اصل انا ما اعرفش العربيه حصلت ايه وكمل المسابقه، وانا الدور اللي بعد كده خسرت وانت كسبت، فبقينا متساويين في نفس النقط. مثلا نصيبنا قدرنا لعبنا مع بعض ثاني. حصلت مع خالد عبد الرازق قريب في مسابقه قريب مع كريم تقريبا، انا مش فاكر. التوب حاجه زي كده اللي هي التوب 19 عشان بس ما حدش يقول توب. انت واخد بال حضرتك؟ خلاص واضحه؟ لا لون بيتحسب ولا، لان برضه ناس كتير قوي كريم يقول لي انا اعلى من خصمي ولا نتيجه، اعلى من خصمي في التصنيف، يبقى انا اللي اخد اللون اللي انا عايزه. ولا لاعب. لا ولا لاعب، لكن نتيجه. يبقى انا المفروض اخد الابيض، احنا الاثنين عايزين ابيض وانا اعلى منه في التصنيف، المفروض اخد ابيض. ده لسه عاملها لي في بطوله الجمهوريه من خمس ايام كده ولا اربع، كنا بطوله الجمهوريه قبل ما نيجي في من اسبوعين ثلاثه. يا ابني انت كنت في دور كسبته بالانسحاب او خسرته بالانسحاب؟ اول دور. طب خلاص يبقى هو خصمك الاهم، بيكمل الوانه. في قواعد في الايه؟ في بقدر الامكان تلعب اربعه ابيض واربعه اسود، بقدر الامكان يعني، لكن مش شرط يبقى اجباري لازم العب ابيض واسود بعديها وابيض واسود بعديها، لا ممكن حالات شاذه العب ابيضين ورا بعض او اسودين ورا بعض. فاحنا بنلعب جولة الفردية جولة السبعة. كريم المفروض عايز يلعب ابيض واللي قصاده عايز يلعب ابيض. واخدين بالكم؟ واضحة؟ التاني كريم كان لعب في اول يوم، او التاني كان لعب في اول يوم كسب بالانسحاب مثلا. فخلاص يبقى هو ده اللي عايز يكمل الوان. يعني هو اللي عايز يكمل الوان يبقى ثلاثة ابيض وثلاثة اسود، فهو اللي يبقى اهم، هو اللي فوق دماغنا وهو اللي ياخد اللون. مش انا اللي بديه الكمبيوتر. هو لاعب كل ادواره مش ما عندوش ادوار بالانسحاب. ما عندوش ادوار بالانسحاب. ايوه بالظبط. دي نقط ايه اللي ممكن تتسال فيها في بعض الامتحانات وحاجات زي كده، واللي بتتسال فيها في المسابقات. واللي بتقع فيها كلاعيبه برضه، يعني يبقى الواحد مش فاهم البرج، البرج ده ايه ده اللي بيعمل البرج ده غلطه مش عارف كذا، وباخد اتهامات كتيره وكلام زي كده. انا بقى بعمل حيله ظريفه، يمكن انا بطلتها دلوقتي بس يمكن ساعات ببص لها.
انا مسؤول عن البيرنج، والبيرنج اللي بيعمله الكمبيوتر وبعمله في 3 4 دقائق، مش محتاج دقيقه بدوس داخل النتائج، بدوس زرار. الاهم عندي حاجه ان انا النتائج تكون داخله صح، ده اخطر حاجه. عشان كده في ناس اساتذه كبار كانوا بيساعدوني في حكايه النتائج الصح دي، استاذ محمد سعد، استاذ محمد فاروق في مسابقات، استاذ يحيى طبعا استاذنا، بحيث النتائج والراجع تاني ونتاكد وكلام زي كده. لان الخطيره ساعات مثلا المسابقات اللي فيها عدد كبير وبقى الان بعمل حيله تانيه غير الحيله اللي انا هقولها لكم بعديها، بقوم واخد النتائج وراجعناها وكل حاجه وبنزلها على النت، وبستنى نص ساعه اروح اتعشى كده، الناس يعني بتعذبوا عايزين يعرفوا البيرنج ليه، عشان فلان استاذ فاروق بقى اتصل بيا، لا انا كسبت، انت كاتبني خسران. واخدين بالكم؟ ساعات يعني نادر لما انا شاكك ان الايه اللي ماسك المسابقه ما هوش دقيق قوي، او مش هيراجع قوي، انا شاكك يعني، او العدد كبير قوي، فبتعمد اعمل الحيله دي. واحد يقابلني على النت ويقول لي انا عايز اعرف البيرنج بتاعي ايه، اقول له النت فاصل عندي، يقول لي طب لما النت يجي يبقى قول لي. طب احنا بنتكلم على النت يعني، انا قصدي يعني حاجات زي كده يعني، انت فاهم، حركات من دي كده. دي حركه من الحركات اللي انا بعملها. الحركه الثانيه اللي انا بعملها، لان كنت بشتغل قبل كده بكروت، الاستاذ يحيى كان من اساتذه الكروت زمان، اللي هو ما كانش فيه كمبيوتر ولا كان فيه اي حاجه من دي كلام من. فمثلا بعد كده بدانا اعمل بالكمبيوتر، ففضلت سنه اعمل بالكمبيوتر واعمل يدوي في نفس الوقت عشان افهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي. انا يمكن مفهومي للمسوي السيستم مثلا مش 100% بيرفكت، في حاجات نقاط انا بختلف فيها انا استاذ يحيى، لكن الكمبيوتر ما بيختلفش. وكمان الكمبيوتر له ثلاث انظمه، لو انا شغال ببرنامج بروتس في اختلافات بسيطه ما بينه ولو اشتغل ببرنامج السويس مانجر، في اختلافات وانا عارف الاختلافات ايه نتيجه انا اشتغلت وبشغل كمبيوتر ويدوي في نفس الوقت. فببقى عارف ده بقى الفرق بين اللي هو اللي بيعمل البيرنج وفاهم، وفرق بين اللي بيعمل البيرنج ومش فاهم. اللي بيعمل البيرنج ده لما يجي بقى في السويس مانجر، اعيد الكلمه دي تاني، ممكن طفل عنده 10 سنين يعمل البيرنج ويبقى بيرفكت وما يبقاش فيه غلطه، لان السويس مانجر ده عباره عن جيم، لعبه اطفال. انت لو انت عايز تتعلم برنامج السويس مانجر، هات شوكولاته لابنك واوعده انك انت هتجيب له شوكولاته، بس ايه، يدرس السويس مانجر ده ويقراه ويعلمه لك بعد ايه يومين ثلاثه، مش بطريقه يعني كده معينه كده، لو انت مكسوف انك انت تتعلمه هيبقى بيرفكت، لانه عباره عن جيم واوبشن وتعمل كذا كذا وكذا كذا خلاص. بس المهم تبقى عارف البيرنج بيتعمل ازاي، وحكايه اللي انا لو لعبت مع حد انسحاب مش عارف يتحسب لي، ونظام حسم التعادل ازاي، وحسابات التصنيف ازاي، وكل الهيصه اللي جواه ازاي. ده مهم جدا. وقع دايما برضو بحكيها كتير، منى خالد اللي هي بطلة تلمستي وبطلة مصر وافريقيا والعرب ومان جراند مصر الى اخره، كانت مثلا عندها 11 سنه، كانت دايما قايل لاهلها تلعب في بطولة الولاد وبطولة البنات، فكانت بطولة الولاد بتعمل بالليل وبطولة البنات الصبح، وانا كنت تعبان صحيا ساعتها وما بقدرش اروح المسابقات دي، ومفيش حد، ما كانش الاستاذ محمد فاروق لسه كان داخل في البيرنج، ما كانش في حد تاني يعمل البيرنج غيرها، فكانت هي اللي بتعمل الازواج ل 11 مسابقه ولا 10 مسابقات، خمس مسابقات بنات، لا 11 يعني، لان خمس مسابقات بنات الصبح وسته ولاد، البنات مثلا دامجين مسابقه مع بعض، وبتلعب مسابقات الصبح وبتلعب مسابقات بالليل، وتخلص لعبها، بعد ما تخلص لعبها تقعد مستنيين بقى منى عشان تعمل لهم بيرنج اللي هي مسابقات البنات. وتبقى قاعده في النادي مستنيه عشان مسابقات الولاد، وتتغدى مع ابوها وبتاع وقعدتوا ايه مستنيه، وتقوم عامله مسابقات ايه الولاد. طفله. يسالوها بقى الحكام الدوليين اللي موجودين في المسابقه، البيرنج بتعمل ازاي يا منى؟ ما اعرفش. انا بقعد ايه، كوتش بيقول لي اعملي كذا، دوس على الزرار ده، انا بدوس على الزرار ده. وانا ولا بقول لها حاجه ولا بتاع، هي من النوع اللي هي مؤدبه جدا وهاديه جدا. ممكن تقعد جنبك ساعتين ما تتحركش. ولا تفتح بقها ولا تفضل تخبط على كتفك ولا ده اتعمل ازاي؟ قاعده تراقب انا بعمل ايه؟ فاهمين؟ فبتلقط خلاص. هقول لك لعبه اطفال. يعني ده ملخص للكلام ده، ايه اللي انا هعيده تاني النقطه دي، لان انا شايف انها نقطه مهمه جدا، اللي هو شايفين السويس مانجر برنامج صعب ولا بتاع، من اتفه ما يمكن. يعني ممكن بقول لك، وقلت حتى الاستاذ يحيى لو تفتكر من كام سنه كنت بتكلم في اسكندريه في الشقه، بقول لك موضوع من اتفه ما يمكن، اي حد ممكن يعمله. لكن تبقى فاهم الحاجات اللي بتحصل فيه ايه. وفي نقطه تانية خطيره انا بتكلم فيها، لو حصلت مشكله هتتصرف ازاي. في
في حاجات لغايه دلوقتي الناس برضو ممتازين في الازواج لغايه دلوقتي تحصل مشكله وبيبقوا مش عارف يتعرف ازاي. لازم تعرف تتصرف. انا بقى من اشهر المشاكل اللي وقعت فيها زمان مشكله كوميدي. لقيتها وصلت لاعداد ضخمه 400 بعمل ايه؟ اكسلريتد. لو لقيت 40 واحد او 44 واحد بعمل ايه؟ ما هوش واخد باله بنسمع منها برضه ايه؟ وممكن بدل 9 جولات اعملها 13 جوله مش فارقه، ممكن اعملها 20 جوله. يعني كل الجولات ما بتزيد لو انت ما حضرتش من الاول، كل ما بتبقى قوه للمسابقه ايه؟ اكتر. ايه؟ والله لا ما هوش عارف، لو انا مثلا نمره 41 هاخد بونت ونص بس. لكن لو انا 40 حسب قوتي حسب الناس اللي اشتركوا. يعني وبعدين اللي منظم المسابقه بيقعد كده مخمخ في الاول وبعدين يشوف مثلا انا اقسمها مجموعات ايه، هدي الاول 40 ولا ادي الاول 45 هديهم الاثنين بونت. هو في الاوبشن دي في برنامج السيلز مانجر، كل الاوبشن دي موجوده. بتدوس على زرار تقسم المجموعات وتدي اللي بنات وكل حاجه وتبدا المسابقه وتقول له مثلا افصل لي الكلام ده وارجع لي كل حاجه بعد 6 جولات. افصلها لي بعد 5 جولات. وهو بقى هيفصلها لي بعد 5 جولات. غير الاسبليت بيبقى اجباري غصب عني جولتين. ما اقدرش ازود عن جولتين. واضح كده الموضوع ده؟ يعني لو سالته فيه هتجاوبه ولا لا؟ لا في سؤال الاول. يعني دلوقتي خلاص اللعيبه اول ما بيلعب اول مباراه طبعا بينزل بينج على بيشوف هو هيلعب مع مين. بيبقى مكتوب للمؤدي الاوتيل ولا هيلعب من الاوتيل ولا دي ازاي؟ بيبقى موجود ان موجود الحاجتين، موجود صفر وموجود ما بين قوسين اثنين واثنين وهم، يعني موجود جنبه كده ومعروف اللي هو ما بين قوسين عاديين كده وما بين قوسين تخان يبقوا كده مثلا. يعني هو بيلعب اول المباراه وعارف وعارف كل حاجه طبعا. بس بيعرفها هناك يا كابتن مش قبل ما يسافر. هي بيه؟ مش قبل ما يسافر هنا بيعرفها هناك ولا يعني؟ طبعا مش قبل ما يسافر. بالظبط. طيب النظام السويسري فيه حاجات مهمه جدا، هتكلمنا على الاكسلريتد وعلى الاسبليت وعلى النظام السويسري العادي. احنا قلنا القواعد الاساسيه ايه؟ بنقسم قدر الامكان النص الاولاني مع النص الثاني، اللعيب ما يلعبش مع نفس اللاعب مرتين من اللعيب ما يلعبش اكتر من مرتين ورا بعض بنفس اللون. دي برضه سؤال. يعني ممكن يلعب مرتين بالابيض او مرتين بالاسود، بس ما يلعبش ثلاث مرات ورا بعض بالابيض ولا ثلاث مرات ورا بعض بالاسود. طب ايه الاستثناءات؟ لا ان انا العب ثلاث مرات ورا بعض ابيض او ثلاث مرات ورا بعض اسود. بالظبط، البديهي على طول ان يكون دول منهم انسحاب. في حالة تانية استثنائية ما تعرفوهاش مهمة جدا، الجولة الأخيرة بتلغي كل القواعد ما عدا طبعا اللي هم يلعبوا مع بعض. يعني ممكن تلعب ثلاثة أبيض ورا بعض أو ثلاثة أسود ورا بعض عشان ما حدش يجي يتخانق معايا في الحكاية. أنا بقول لكم كنت بعمل الحيل دي زمان أيام ما كنت بعمل كمبيوتر ومانوال. بقوم باصص كده على البيرنج وأشوف أحاول أشوف الحاجات الغريبة وأكتبهم هانس في دماغي. ده بقى اللي الناس يقولوا ده اللي بيعمل البيرنج ده ملوش حل. ابص بقى داخل المسابقه بقى وبلاقي بقى الدكتور جاي ساير قوي متنرفز مني وعايز يتخانق معايا، انا لاعب ثلاثه ابيض ورا بعض احنا مش عارف. قبل ما يسالني السؤال اقول له انت لعبت وين ثلاثه ابيض ورا بعض؟ عشان كذا كذا، عشان انت مش عارف ايه، عشان في اخر جوله، عشان دور انسحاب ولا كذا. لا يبلم ويبص لي ايه العبقريه دي كلها؟ ده ايه ده ملوش حل في البيرنج. بينما هي حاجه هايفه جدا، انت بتبذل مجهود دقيقه دقيقتين بس تبص على الحاجات اللي هي غير طبيعيه اللي حاصله عشان تعرف فلان ايه، وعشان كده عشان برضه تكسب ثقه الناس يثقوا فيك. البيرنج ده عايز مواصفات واحد موثوق منه، ان هو ممكن ايه استاذ مجدي انا عايز اجامله في حاجه فاقوم اعمل له كذا. لو ما وثقتش الناس ما وثقتش فيا يبقى خلاص انهار السيستم او انهار النظام زي ما حصل في مصر دلوقتي. طالما ما فيش ثقه فقدنا الثقه. فاهمين قصدي ولا لا؟ واضحه كده تقريبا. طبعا ايه كمثال عملي لينا واقع علينا كلنا، يعني مثال واقعي يعني. بس ازاي انك انت تبني الثقه دي؟ دي ما بتحتاجش يعني. ممكن يوسف استاذ يوسف معروف انه موثوق منه، بس يجي يمسك بيرنج مسابقه اثنين برضه الناس برضه مش قلقانين منه. فممكن يقعد سنه ولا سنتين عشان يبني الثقه دي. انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن واحد يبقى بايت معاه او اخوه ومالوش علاقه بيه، مالوش ماشي بالقواعد كل حاجه. فاهمين قصدي ولا لا؟ طول ما وقعت الثقه دي مره خلاص. خلاص بقى واحد بقى ما فيش فايده شكاك في كل حاجه، خلاص هعمل له ايه؟ يعني بقدر الامكان الواحد بيحاول ايه؟
يمشي او بيحاول يقنع الناس بقدر الامكان. وممكن اسمع سؤال برضو سخيف من حد ولا بتاع وافضل ارد بهدوء واعصاب وانا عايز اتنرفز عليه وارد بهدوء وخلاص بيقتنع وبيمشي. اما القواعد برضو في النظام السويسري اكمال الالوان وتبادل الالوان. يعني ايه اكمال الالوان؟ يعني ايه تبادل الالوان؟ تبادل الالوان ده الاسهل، ان انا العب ابيض الجوله اللي بعدها اسود، الجوله اللي بعدها ابيض الجوله اللي بعدها اسود، الجوله اللي بعدها ابيض الجوله اللي بعدها ايه اسود وهكذا. واكمال الالوان اللي هي في الجولات الزوجيه، يعني الجوله السادسه اكيد هكون لاعب 3 ابيض و2 اسود او 3 اسود و2 ابيض، يبقى مطلوب ان انا اكمل الوان يبقى 3 ابيض و3 اسود او 3 اسود ايه و3 ابيض. دي قواعد بقدر الامكان، بقدر الامكان ماشي، قواعد اجباريه. لو انا مضطر اثنين لازم يلعبوا مع بعض والاثنين لاعبين 3 اسود و2 ابيض، يبقى مين فيهم اللي ياخد الاسود ومين ياخد الابيض؟ ده من الاسئله المهمه برضه. الاثنين زي بعض، ده لاعب 3 اسود و2 ابيض وده لاعب 3 اسود و2 ابيض. حسب نظام اللغه اللي عنده اليوم اللي هو بيتعامل هو على الاقل في البيت هو اللي هيلعب اللي لعب اول جوله ماشي، ده رايي. طيب شوف لاعب عليه هو اللي هيلعب حد عنده استحقاق ولا لا؟ الاعلى في الريت ايه؟ هو اللي ياخد. ده بقى حصلت خناقات بسببها كتير قوي مع ناس وبيقتنعوا في الاخر الحمد لله. تمام. الاعلى في الريت، لا الاعلى في النقاط. افرض واحد معاه 5 بونت بيلعب مع حد 4.5، يبقى هو ده الاعلى، يبقى دي الاولويه للاعلى في النقاط. هما الاثنين نفس النقاط يبقى الاعلى في الريت. في حاله واحده الحكايه دي، لو تاريخ الوانهم زي بعض من اخر جوله لاول جوله، ماشيين ابيضين اسود اسودين ابيض ابيض اسود ابيض اسود، تاريخهم ماشيين تيبيكال من اول جوله لاخر جوله، ماشيين بالترتيب على طول. انا مثلا دي الجوله اثنين، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دي الجوله السادسه وعايزين نعمل بيرنج الجوله السادسه وهما الاثنين اسود، مين فيهم اللي ياخد الابيض ومين ياخد الاسود؟ اهي شايفينها واضحه قصادكم دلوقتي مش كده؟ نرجع نبص اول حاجه، هو الكمبيوتر ما بيبصش، الكمبيوتر خلاص حافظ القواعد وبيعملها، لكن انا ببص ليه؟ لما الاقي مثلا بيرنج مهم جدا فباخد فكره عنه عشان اعرف اقنع الناس بطريقه اياها، ده اللي يفرق بيني وبين منى. مين قصدي ولا لا؟ طيب احنا واحد ده اقوى من النبلة اثنين، اعلى منه في اللبنات او اعلى منه في التصنيف، مين فيهم اللي ياخد الابيض؟ ده سؤال بيجي يعني عشان برضو من الاخر كده، ده بيجي سؤال. عدد الابيض فوق 1 2 3 4. طيب عدد الابيض فوق 3 وعدد الاسود فوق 3 وتحت نفس الشيء، الاقل ياخد الابيض. احنا لسه قايل قاعده من دقيقه ونص، في حاله واحده لو ايه؟ لو تاريخ الالوان لو متساويين في كل حاجه. هل هم متساويين في كل حاجه؟ هتلاقي في حته هنا اللي لخبطوا فيها مش كده ولا لا؟ طيب هعمل ايه بقى عشان بس تبقوا واخدين بالكم من النقطه دي كويس قوي تبقى واضحه ليكم؟ اخر جوله اللي هي دي هما الاثنين لاعبين اسود يعني زي بعض، يبقى نرجع الجوله اللي قبليها الاثنين لاعبين ابيض زي بعض، نرجع الجوله اللي قبليها وهذا زي بعض، نيجي هنا الجوله اللي هي الثانيه الاثنين اختلفوا، نمره 2 لاعب بالابيض ونمره 1 لاعب بالايه بالاسود، يبقى نمره 1 يلعب بايه بقى؟ يبقى هو محتاج ابيض، ونمره 2 يبقى محتاج ايه؟ اسود. يعني الغي الاربع جولات اللي شبه بعض، الغيهم في دماغي ويبقى كان اخر جوله ده لعبه بالاسود وده اخر جوله لعبه ايه؟ بالابيض. فهمت قصدي ولا لا؟ من اخر جوله بشيل بمسح كل الناس الجولات اللي هم المتشابهين مع بعض من الاخر. فلو كله متساوي لو تاريخهم زي بعض بالظبط متطابق يبقى الاعلى في النقاط، لو الاثنين متساويين في النقاط يبقى الاعلى في التصنيف ياخد اللون المكمل لالوانه او تبادل الالوان، مش اللون اللي انا عايزه يحط رجل على رجل يقول انا عايز ابيض. لو المكمل الالوان اسود يبقى ياخد الاسود، لو التبادل الالوانه يبقى ياخد الايه الاسود الابيض. ايوه واضح كده خلاص ليكم اكيد. ده بيبقى سؤال دايما عشان كده بقول لكم، يعني انا بحاول اشرحه بتاني شويه مش عارف هل ده انا تانيت ولا اتانى اكتر مش عارف. طيب
هو السؤال بيبقى اصعب بقى شويه. يعني مثلا خمس لعيبه دولت يلعبوا مع بعض، تلعبهم مع بعض ازاي؟ لازم حلو في باي. طيب احنا اول يعني انا كده نطيت حاجه برضو لان انا بحاول اقول معلومات كتيره بقدر الامكان. على الساعه واحدة كده ناخد راحه مش كده؟ او لو شوف يعني نخلص الموضوع ده حتى على الاقل. طيب اول حاجه الجوله الاولى بنقسم الناس نصين مش كده؟ دي اللي انا نطيتها قبل ما نسال السؤال ده. فالنص الاولاني بيلعب مع النص الثاني. بعد الجولة الأولى في ناس كسبوا وناس اتعادلوا وناس خسروا، فيبقى في ناس معاهم بنط وبنط وناس معاهم نص وناس معاهم صفر. بقى في ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات من النقاط. اكسلريتد معناها نظام تعجيل ظهور المجموعات. اللي أنا بدي قبل المسابقة ما تبدأ كل إيه بقى أقسمه مجموعات. لكن أنا ما عملتش اكسلريتد، أنا شغال دلوقتي بعد الجولة الأولى بقت ظهرت لي ثلاث مجموعات. فهمتوا بقى معنى الاكسلريتد إيه برضو؟ يعني أنا برضو دخلت على موضوع تاني. فكده ظهر لي ثلاث مجموعات، يبقى مجموعه الواحد بيلعبوا مع بعض، مجموعه النص بيلعبوا مع بعض، مجموعه الصفر بيلعبوا مع بعض. افرض مجموعه الواحد دولت عدد فردي. يبقى معناها اكيد واحد منهم هينزل للمجموعه اللي بعديها. هينزل يلعب مع المجموعه اللي بعديها ولا هينزل في حته في النص؟ في النص هنا بيسموها تعويم. هيطلع ولا هينزل؟ بص اللي هم اعلى اللي هو معاه بونت. اللي معاه بونت هينزل في حته في النص في التعويم. فضلا هم تسع لعيبه، فيبقى اللي هو نمره تسعه مجازا، وهنشوف بقى هل هو نمره تسعه ولا حد تاني، هو اللي هينزل في الحته في النص اللي ما بين البونت وما بين الايه؟ النص بونت. يستنى، والثمانيه دول تعاونوا مع بعض. صلحوا ولعبوا مع بعض والتعويم بتاعهم سليم، قصدي والازواج بتاعهم سليم، يبقى ده خلاص بقى هنعمل ازواج. افرض الازواج بتاعهم مش سليم، يبقى نرجع الراجل اللي كان ده في الحته دي ونقول له تعالى يا حبيبي انا هاخد واحد مكانك. فاهمين النقطه دي برضه ولا لا؟ ها؟ في لا فرضا الثمانيه دولت عشان اجي العبوا مع بعض، او مثلا قولهم اربعه بس هم خمسه، ففي اربعه يلعبوا مع بعض وواحد لا، الاربعه يجي يلعبوا مع بعض لا لعبوا مع بعض يا حبيبي الاثنين منهم لعبوا مع بعض مش عايزه تقفل مش عايزه تقفل منه مش عايزه تتظبط في اثنين يعني ممكن اي اثنين او ثلاثه بيلعبوا سوا عادي اثنين منهم بيلعبوا، لكن في واحد ايه ما ينفعش مع ده لان البرج ده هيبوظ. يبقى اعمل ايه؟ اقوم جاي برجع المعوم ثاني اطلعه واقوم ايه انزل واحد مكانه. فهمت قصدي اللي انا شايله ده؟ خلاص كده واضحه الامور ديت ولا لا؟ البيت بيبقى حاكم في الاول بدايه البطوله بس برضه ظهور المجموعات بعد كل مجموعه. حلو السؤال ده برضه. مجموعه النقاط اللي هم معاهم نقطه هيترتبوا برضه طبقا لارقامهم، ومجموعه الانصاص هيترتبوا طبقا لايه؟ لارقامهم. بس الاول بشوف اللي هو المعوم بشوف المعوم بشيله وبشوف بقى المجموعه ده بالظبط. تمام. فنشوف الاربعه دول هيلعبوا مع بعض. الاربعه دول هيلعبوا مع بعض ازاي؟ اللي هم معاهم بونت. اقوى واحد يترتب بعديه ثاني واحد بعديه ثالث واحد بعديه رابع واحد. وهنلعب برضه بنفس السيستم بتاع النظام السويسري، واحد مع ثلاثه واثنين واثنين مع اربعه. واحد مع ثلاثه يصلح معاه في الالوان او ما لعبوش او كل لعبه قبل كده، لو كان لعبه قبل كده يبقى يلعب مع ايه؟ واحد يلعب مع اربعه. لو كان لعبه قبل كده هيبقى يلعب واحد مع اثنين. خلاص كده؟ لو لعبه قبل كده هيبقى يضطر يسحب الراجل اللي هو كان معاه. خلاص كده؟ يبقى التسلسل ايه؟ بقسم النص الاولاني برضه مع النص الثاني. يبقى واحد مع ثلاثه واثنين مع اربعه، ونبدا نبص لالوانهم. يصلحوا للالوان والوانهم مظبوطه يبقى خلاص ده ياخد ابيض وياخد اسود وكل ده ايه وفتحنا واخر حلاوه. الوانهم مش نافعه يبقى واحد ناخده مع اربعه. مظبوطه اوكي يبقى البنج بتاعهم سلام وشكرينا وخليهم على جنب، ويبقى اثنين يلعب مع ثلاثه. خلاص؟ ونشوف بقى الراجل اللي هو المعوم نمره خمسه. نيجي للمجموعه اللي بنات ونص. عايزين واحد يطلع في الحته المعومه دوت يصلح يلعب مع نمره ايه؟ خمسه. فنشوف اعلى واحد. في الواحد ونص. بناخده نطلعه ونشوف نعمل تيست كده، تيست كهرباء. ما لعبوش مع بعض قبل كده؟ ما لعبوش. الوانه متوافقه يقدروا ينفعوا مع بعض؟ اوكي. ما ينفعوش؟ ارجع يا راجل يا نمره واحد هات نمره اثنين. ما نفعش هات نمره ثلاثه. وهكذا. ما نفعش كلهم يبقى نرجع المعوض ده ثاني ونبوظ البرنج بتاع ده. الكمبيوتر بيعمل كل ده في ثواني، ونبوظ البرنج اللي احنا كنا عاملينه في الاول ونجيب واحد ثاني معوم عشان يصلح مع حد من المجموعه دي. ونطلع ده فوق. خلاص كده؟ يعني عقدتها شويه بس بحاول اقولها ببساطه.
التعقيد المبسط او البساطة المعقدة بقدر الامكان عشان نبقى ايه لو جالنا سؤال معقد ما تقولوش ايه ده مش فاهمين حاجة. ايوه بالظبط ما نزلوش المفهوم الغلط ان انا بنزله للمجموعة التانية اللي معاهم بنت ونص اللي معاهم نص بنت. لا بتحصل برضو يعني لو مفيش فايدة كل البريشينات اللي بتحصل فوق مفيش فايدة فيها خلاص امسك. ما بقول لك قدر الامكان. لو عايز تقول حاجه بصوت عالي يا استاذ يحيى قولها في حاجه مهمه لو حاجه عايز تقولها تحكيها. لا بتكلم على كنت مراشد كده على السوشيال قبل كده كان في 12 13 فرقه بص تلاقي لما واحد بيلعب من 10 مثلا بس بتحصل في 30 زي كده. لا تمام عايز تقول حاجه يا استاذ محمد؟ نظام يدوي طبعا بنعمل ثلاث مجموعات حاجه اسمها المنطقه الوسطى. ما هي اللي هي المنطقه الوسطى اللي انا اللي هو برافو عليك اللي انا بتكلم عليها دي اللي هو ما بينزلش تحت ولا بيطلع فوق. يعني انا من اول مجموعه مثلا الاثنينات معايا اثنين واحد وسط وواحد فبنتصرف يعني فبنعمل الاثنينات من فوق لتحت ونقعد ونرجع نعمل محايد من تحت لفوق من ورا لقدام ونرجع للمنطقه الوسطى ده معقول ده سهل بيدي بقى. تمام ده كان ايام بروتس دلوقتي اللي هو السويس بانجر ما عادش بيعملها عشان الله اكبر. تمام لا تمام تمام كان بروتس بيشتغل بالطريقه دي صح. تمام ايه ببروتس انا ممكن ابعت لك برنامج كمبيوتر غير السويس بانجر ينفع يشتغل يعني برضه ويندوز اندر ويندوز شوف لك عندي يعني برامج. لا السويس بانجر بقى 150 يورو شوف بقى. لا ما سهل وارد قوي لما نيجي نتكلم السويس مانجر ازاي تخش على النت وازاي تنزله من على النت فري وتتعلم فيه زي ما انت عايز لعدد لعيبه مثلا 64 لاعب حد اقصى ولعدد اربع جولات بحد اقصى. اكتر من اربع جولات بقى يا اما تشتري ب 75 يورو ب 150 يورو. 75 يورو يبقى مثلا 13 جوله 150 يورو يبقى اوبشن كام؟ بس طب ما ده اللي انا بقوله اهو. طيب انا اقول طيب ادفع بقى اللي تحصل على على الكل. البرنامج متاح اللي عايز ياخده من على الكمبيوتر. والله البرنامج 150 يورو يعني 1200 جنيه 1200 جنيه تعمله وتعمل انت مسابقات الصعيد كلها يعني تخصص الصعيد. لا ما انت مش جايب البرنامج عشان مسابقه واحده انت بتعمله بقى مسابقات مدارس مسابقات جامعه مسابقات منطقه مسابقات مدينه جنبك هنا ما اعرفش بعيده شويه ثلاث ساعات ونص زي ما الاستاذ ما قال حاجات زي كده. ماشي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم كنا بنتكلم في النظام السويسري مش كده؟ طيب يبقى البيننج بتاع الخمسه دول بتتعملوا ازاي بقى؟ لا عشان بس يبان بقى هل كلامي كان واضح او مشروح فعلا ولا مفهوم ولا لا؟ ادي اثنين اللي هو الاقل فوق والثلاثه اللي تحت هم اللي ايه؟ تمام يبقى هنلعب مين كم مع كم؟ واحد مع ثلاثة طب نشوف واحد مع ثلاثة ينفع ولا لا؟ واحد مع ثلاثة الألوان إيه ماشية؟ واحد مع أربعة ينفع؟ ما ماشيين برضو ألوان آخر جولة زي بايظة يبقى واحد ماشي مع خمسة مش كده؟ يبقى واحد خمسة خلاص يبقى بعد كده اثنين مع إيه؟ اثنين مع ثلاثة اثنين مع ثلاثة ينفع؟ لا مع أربعة ينفع؟ لا يبقى نرجع بقى اثنين مع ثلاثة طالما على الاثنين ما ينفعوش اثنين مع ثلاثة ونشوف بقى الوانهم ماشية ازاي. ده يعني ده ايه هنرجع ايه؟ نلغي الجولة دي اللي قبليها نلغي اللي قبليها نقف عند دي فده لاعب بالابيض يبقى يلعب بالاسود وده لاعب بالاسود يبقى يلعب بالابيض واللي هيتعوم رقم ايه؟ أربعة خلاص كده؟ لو عملية أربعة مش هينفع يتعوم يبقى نرجع نبوظ ونيه ونعمل الحكاية دي من جديد. يبقى كده خلصنا تقريبا من النظام السويسري او الحاجات اللي هي المهمه في النظام السويسري. هو النظام السويسري ده يعني بص لو عايزينه بس حرام يعني ملف كبير قوي
18 صفحة قواعد المعوم ايه وقواعد كذا وكلام زي كده. فبس ايه الاساسيات اللي احنا قلناها اللي هي الايه اللي قلناها. في حاجة بس برضو اخيرة في النظام السويسري بتطبقها في المسابقات اللي هي بالذات بطولات عرب، بطولات افريقيا، بطولة الجمهورية للناشئين، اللي هي الجولة الاخيرة في النظام السويسري ما يلعبوش مع بعض ناس اخوات مثلا او من بلد واحدة، يعني مش من اسوان، لا من اسوان بقى هنقول زي بعض مش مشكلة، لكن لو من بلد واحدة يعني مثلا الاردن مثلا ما يلعبوش مع بعض مصر، ده لو بطولات عرب او افريقية او حاجة زي كده. في النظام السويسري بيقول لك ممكن تاخد 3 جولات، عملناها في المنوفية اخر جولتين، يعني احنا ممكن تعملها جولة او جولتين او ثلاثة، ثلاثة كتير قوي يعني هي جولة واحدة كفاية معقولة. 2 مثلا لو مسابقة من نوعية المنوفية ديت اللي كنا عاملينها فرد وفرق مع بعض في نفس الوقت كانت ايه معقولة. فدي بس حاجة برضو عشان تبقوا عارفينها برضو بتكون واضحة. يلعبوا مع بعض، يلعبوا براحتهم بس في اخر جولة، لا ومسابقة سويسري مفتوحة زي كده يلعبوا مع بعض عادي، مالناش دعوة بيهم، حتى لو في اخر جولة. لو مسابقة حساسة معلش يعني زي مثلا بتطلع بطل جمهورية ناشئين، مسابقات الناشئين بالذات كلام زي كده اللي بيقولوا لازم تعمل حاجة زي كده، بطولة عرب لازم إجباري تعمل آخر جولة من نفس الدولة ما يلعبوش مع بعض، بطولة أفريقيا، حاجات من دي يعني تاخد بالك، دي مسابقات معينة اللي تعملها كده. لكن في أي مسابقة تانية يلعب مع بعض في أول جولة في آخر جولة مع أبوه مع أي حد، ما فيش أي مشكلة. وممنوع توجيه البيرنج لخدمة مثلا الحصول على لقب، يعني كانت حصلت في مسابقة طنطا قبل كده وجايين يقولوا لي واحد يوناني اي ام عايز ياخد نورم جراند ماستر وعايز يوجه البيرنج بحيث يلعب مع واحد ايه معين ولا بتاعه، ورفضت وقال لي انا اوروبي ومش اوروبي وكلام زي كده، ووريت له القانون وقلت له انا مصري برضه بس فاهم اكتر منك هتوز يعني في اللي انت بتقوله كلام زي كده، واقتنع يعني في الاخر ما قدرش يفتح بقه يعني، هو حب يعمل شويتين اوانطه كده فطلع الاوانطه اللي اعملهم ما تنفع. قوم لا ده الماده بتقول لا يحق لهم، لا يحق، هي دي بقى اللي انا وريتها لل اسمه ايه يا ربي اللي هو من اليوناني بقى جراند ماستر دلوقتي وايده هاليكياس يعني جراند ماستر مشهور حاليا يعني باليوناني، ايده اللي هي اللي مضمومه على بعض يعني تشوه خلق كده، كان لعب في طنطا بالظبط. لا مكتوب ممنوع توجيه البيرنج في اخر جوله لخدمه القاب او خدمه كذا، مش ممكن، لا لا يمكن. ممكن لو في وقت لاي حاجه من دي ممكن، يعني مثلا ممكن سريعا ما انا خلاص النظام السويسري ممكن اقولها لكم سريعا كده، لان كان من ضمن برضو الحاجات اللي انا مكتوبه في الكتاب، بس انا بقول لكم باقصى معلومات ممكنه وبعضها بحط معلومات من اللي هي ممكن تيجي في الامتحان، وابقى اوري برضو للاستاذ يحيى ما تنساش نشوف حكايه الامتحان دي بعد اثناء الغدا كده واحنا بنتغدى. يا ربي ليه الالقاب، في القاب 4 ألقاب للرجال و4 ألقاب موازية للسيدات. اعلى لقب الرجال جي ام او جراند ماستر، اختصار الحرف الاولاني من كل حاجة، يبقى هو استاذ كبير. عندنا في مصر 4 أو 3 رجال وواحدة بنت، فجي ام يبقى للسيدات يبقى دبليو جي ام وومن جراند ماستر. ممكن يجي سؤال انجليزي برضه لو استاذ يحيى مثلا عايز يقوله ولا حاجه زي كده، ايه يعني قولها لي استاذه دوليه تبقى ايه؟ استاذه دوليه كبيره لو عايز اعقدكم شويه مثلا حاجه زي كده، وومن جراند ماستر مثلا. جي ام وايه؟ ودبليو جي ام. اللي اقل منها اي ام انترناشونال ماستر او وومن انترناشونال ماستر. دبليو اي ام الحرف الاولاني من كل حاجه. اللي اقل منها اف ام فيدا ماستر. هي بتتكتب اف اي دي اي لكن بتتنطق فيدا، النطق دايما لما اجي اقول فيدا يقوموا كاتبينها اف اي، لا هو كده يعني النطق بتاعها كده جاي كده بالفرنساوي. كان استاذ يحيى كان بيقول امبارح انا عارف انها فيدريسيون انترناسيونال للتشيك، باختصار ال4 حروف لاف اي دي اي دي، ما اعرفش فيدريسيون ولا انت قلت حاجه ثانيه فيدرال باين مش فاكر يعني، المهم حاجه كلمه منهم يعني.
ما اعرفش فرنساوي يبقى فيدرال ولا فيدراسيون، ما عنديش فكره، ما عنديش فكره فرنساوي، كنت باخد نمره نهائيه فيه بس نسيته خالص يعني ما اعرفش غير جوتيم و الحاجات اللي اه انا عارف دي تشيك دي تشيك دي تشيك. وموازي المجانب ليها برضه دبليو اف ام، وبعدين السي ام كانديديت ماستر كانديديت سي اي ان دي اي دي اي تي اي كانديديت مرشح مرشح استاذ. في شروط بقى قاسيه للجي ام والاي ام، بس الاف ام والسي ام شروطها مش قاسيه ولا حاجه. ابسط شروط ليها اي حد يوصل 2300 في التصنيف ممكن يقدم طلب في الاتحاد انه عايز لقب، ياخد لقب اف ام، بس الاتحاد يقول له ادفع 50 يورو ولا 75 يورو، كل لقب له رسوم، احنا مش عايزين ناس اف امات، خلاص انت نفسك تحط الجرافطه دي يبقى ادفع ثمنها، لان الاتحاد الدولي بياخد مننا رسوم على الكلام ده، كفايه انه بياخد رسم على كل واحد يشترك في اي مسابقه، كل واحد لاعب في المسابقه دي بياخد رسم، يعني المسابقه دي مثلا عليها 44 يورو بيبقى رسم تسجيل، ده غير لو في ناس خدوا تصنيف في المسابقه كل واحد عليه برضه رسوم، هم عايزين ياخدوا فلوس باي شكل. الاتحاد الدولي بياخدها المصري؟ اه بياخدها بالاتحاد المصري، مش بياخدها مسابقه مسابقه، كل ست شهور بيبعت الحساب اللي عليكم، تعالوا بقى عليكم كذا وكذا 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 مش عارف ايه، عشان كده حتى مسابقه الدوري مثلا بيبقى 300 لاعب. فبعملها مره واحده. يعني بتبدا شهر 10 وبتتصنف شهر 6. لو انا بعتها على خمس مرات هندفع 1500 يورو. لكن بدفعها ببعتها على مره واحده، بتفيدني في كذا حاجه في فلوس، هقل شويه بدل ما ادفع 1500 هدفع 300، واخدين بالكم؟ وهتفيدني كمان ان انا ايه؟ بادئ المسابقه بقوه، يبقى هي دي قوتي اللي هي طول المسابقه. يعني ماديا وفنيا او رياضيا برضه، يعني الحاجتين دول. يعني الناس يقول لك ما تبعتها كل شهر وريحنا يا كوتش، لا. في حاجات اعتبارات عشان يبقى عارفين، يعني لا انا ممكن اشرح الحاجات دي لبعض الناس وبعدها اقول هو كده، بينما في بقى في تفسير ساعات مثلا خلاص بقى كده. الغيت اللي المؤسسات الدوري ما بتظهرش او ايوه بالظبط، الا في نهايه الدوري، يعني ممكن 8 شهور او بعد 9 شهور زي المولود برضه كل حاجه، يعني يطلع في شهر 7 1 7 مثلا. كنا بنتكلم على الارقام ده في الاف ام، اي حد 2300 ممكن يقدم بس يدفع رسوم، واي حد يوصل 2200 يعدي 2200 برضه ممكن يقدم بس يدفع رسوم اقل شويه، يعني لو ده 75 يبقى ده 50، انا مش فاكر يعني ده ممكن، انا مش حافظها يعني. الاي ام برضه له رسوم ولا حاجه بس احنا بنفرح بيه وبندفعه له، والجي ام يعني اللي هي الالقاب اللي هي الثقيله والكلام زي الاي ام، ممكن يبقى واحد غير مصنف وياخد اي ام، يعني زي قواعد اللي هو اللي لعبته مرتين ورا بعض ثلاث مرات والحاجات زي كده، اه ياخد لقب. يعني كان في اشهر واحد خد اي ام بس مات بعديها الله يرحمه، اشرف توت، يعني خد بطوله العرب تحت 20، اللي بياخد بطوله العرب او بطوله افريقيا يطلع الاول بياخد اي ام، فكان المسمى ما فيهاش حد مصنف وطلع الاول خلاص خد اللقب، بعدها بسنتين كده ماتوا، جاله سرطان ومات. يعني لا مش شرط، يعني انا بقول لك تقدر يعني ربنا، يعني محمد تعمل كده. فاللي بياخد اول مسابقات معينه له لقب، يا اخي ياخد اي ام، اللي بياخد مسابقات معينه ممكن ياخد جي ام، اللي ياخد بطوله افريقيا سيدات على طول ياخد وومن جي ام ويطلع لوحده، مفيش حد مشارك معاه زي منى. اللي ياخد اول افريقيا رجال ما ياخدش جي ام. ليه؟ بياخد نورم جي ام، ياخد اي ام ونورم جي ام، ليه؟ لانها ما هيش بطوله افريقيا مؤهله لبطوله العالم، لا مؤهله للورلد كاب. لكن السيدات مؤهله لبطوله العالم. اللي مؤهله لبطوله العالم سيدات عشان كده بتاخد الجي، لكن الثانيه كانت بالاول كانت مؤهله لبطوله العالم فكان ممكن تاخد فيها اللقب، دلوقتي بقى مؤهله لبطوله كاس العالم. كاس العالم اللي هم 128 اللي في اخرها بتاهل لبطوله العالم اللي هم اعلى أربعة أو أعلى ثمانية اللي وصلوا دور الأربعة في الآخر على ما أذكر بيبقوا هم دول مؤهلين لبطولة العالم. يطلع من الأربعة وكده ياخدوا جيم. مثلا بالظبط، برافو صح تمام. بالظبط تمام يعني. تقريبا اللي يوصل الثمانية كان مش الأربعة على ما أذكر. الأربعة بتوعنا لا بياخدوها بقى بطريقة ثانية بثلاث نورمات. إنك أنت تطلع أول أفريقيا تحت 20 أو أول أفريقيا رجال أو أول عرب تحت 20 أو أول عرب
رجال والموازي ليها سيدات يعني برضو بالنسبه للبنات بتاخد نورم جي ام. ثلاثة نورم بتديك اللقب، ما تاخدش اللقب على طول، لا تديك بس ايه امكانيه اللقب. تاخد اللقب فعلا يوم ما توصل 2600 في التصنيف للجي ام، وتوصل 2500 انا اسف 2500 في التصنيف للجي ام و2400 في التصنيف للاي ام. يبقى معاك ثلاث نورمات وتصنيفك 2290 خلاص انا المفروض اي ام، لكن لازم بجاهد وبخش مسابقات وارفع تصنيفي باي شكل عشان اوصل ال 2400. اول ما اوصل 2400 حتى لو فزت المسابقه يعني بعد ثلاث جولات وصلت 2400 تخيليا وخسرت ست جولات اللي بعد كده برضه يبقى انا خلاص بقيت اي ام. دي انا عملتها مع احمد عدلي يعني وصل 2500 فزت مسابقه وخسر فعلا دورين بعديها لحقته وقمت واخد له اللقب. بعد كده بقى طبعا عيله وبتاع بس يعني الفرصه عشان هو بيبقى الواحد نفسه يحس باللقب بدري ست شهور بدري كان ساعتها الحاجات دي كل ست شهور. ما بقول لك الاي ام بالذات لو طلعت على طول تاخد اي ام على طول، حتى زي اللي احنا لسه بقولها اشرف توت مش شرط تصنيف مش شرط يكون اصغر 2400 ولا حاجه، باخد اي ام على طول واكون غير مصنف. يعني سكه للجي ام نورمات او واخد اول مسابقه معينه افريقيا مثلا سيدات، لكن الاي ام بتبقى اسهل شويه، مسابقات كتيره بتدي اي ام على طول. لو مش قادر برضه يبقى اخد احقق الاي ام ثلاث مرات اللي هي النورمات واوصل لتصنيف معين. اوصل ل 2400 واحقق الاي ام دي او قوه الاي ام احققها ثلاث مرات. يعني ايه احققها ثلاث مرات؟ يعني اشترك في مسابقات قوتها ما تقلش عن قوه معينه. ويكون فيها عدد ثلاثه لو هي نورم اي ام، يكون فيها ثلاثه اي ام على الاقل. واثنين فوق 2300 وحقق نقاط معينه طبقا لقوه الناس. يعني قد ايه؟ يعني لو انا مثلا بيلعبوا مع تسعه احمد عدلي يبقى انا مطلوب مني احقق ثلاث نقط ونص مثلا، لا التسعه كلهم في قوه احمد عدلي، لكن لو التسعه في قوه استاذ يوسف مثلا يبقى انا مطلوب مني احقق سبعه او سبعه ونص في النقط. بترجع لحسب المتوسط الناس اللي انا بلاعبهم ايه، كل ما متوسط ما بقى عالي ومطلوب مني احقق نقط ايه اقل. فلو انا حققت النورم ده يبقى انا خلاص خدت نورم وحطيته في الحصاله عندي واستنى ان انا احقق نورم تاني اللي هو من خلال مسابقات بس بشروط معينه، يا اما باخد نورمات برضو في مسابقات عرب وكلام زي كده وافريقيا. في بقى عمليات يعني بقول لك ده ايه ملخص ليها يعني، بس تبقى عندك علم بس باسماء الالقاب ايه واحتمالات ان انا اخدها ايه، يعني مش شرط تعملها يعني انا عارفها كويس قوي بشكل ما، لان انا بتعامل كتير قوي مع ناس ازاي ان انا احقق لهم لقب، والاسئله دي بسالها كتير من مستويات معينه مسابقات اللي هي مرتفعه المستوى شويه سواء في مصر او بره مصر. كان استاذ فاروق اللي سال حكايه الالقاب دي مش كده؟ ايه؟ طب نتنقل على موضوع تاني، موضوع كسر التعادل. خلي التصنيف في الاخر لانه ايه تاوه شويه. موضوع كسر التعادل، يعني ايه كسر التعادل او التاي بريك او حسم التعادل؟ ناس متساويين مع بعض في نفس الوقت وانا عايز اعرف مين فيهم الاول ومين الثاني ومين الثالث. بتفرق في ايه؟ ان الاول بيبقى مركز شرفي ملوش حل، واي مسابقه لو في خمسه متساويين على المركز الاول وتحدد الاول خلاص بحسم التعادل، مفيش حد بيفتكر بعد خمس سنين بعد ست سنين ان المسابقه دي اللي ايه فيها ايه غير اللي فلان اللي طلع الاول فيها سامح صادق، اللي طلع فيها الاول يوسف نادر، بينما الثاني عين طلع عينه في المسابقه بس هو تعب في اخر جوله ولا حصل له حاجه مش فاهم ايه وطالع متساوي مع الاول ولعب مع ناس اقوى ما يفتكرهوش. الاول بيحصد كل شيء يعني تقريبا، معرفش ده في كل الالعاب ولا في ايه، بياخد الاضواء كلها ويبقى على واحد على 100 من ثانيه في الجري ومسابقات الجري ولا على مثلا نص كيلو زياده ولا ربع كيلو زياده ولا بتاع، بيحصد كل شيء. ممكن يرجع هنا ياخد مش عارف 5 مليون جنيه ولا 4 مليون جنيه من اللجنه الاولمبيه، والتاني خد يلا 100,000 زي بعض يلا بس مدت راس على رايك ماشي كده. لا فحسم التعادل خطير جدا من النقطه دي، خطير جدا من نقطه تانية كمان
نقط كتيره بس هي ديت من اهم النقط اللي انا بقولها. لو في تاهل، تاهل لمرحله ثانيه، يبقى لازم اعمل حسم تعادل. مين اللي حقه يتاهل للمرحله الاعلى او يتاهل لبطوله عالم مثلا او يتاهل لكذا؟ يبقى لازم نعمل حسم تعادل. صح واضح كده ولا لا؟ لو انا مثلا بحدد فريق قومي وهيطلع من خلال المسابقه الخمسه الاوائل، يبقى افرض ان من الخامس للسابع متساويين، يبقى لازم يبقى في حسم تعادل. وحسم التعادل مش اعلنه في وسط المسابقه علشان يبقى انا ميال ليوسف ولا ميال للاستاذ مجدي ولا بتاع اي حاجه من دي، ما اتهمش باي حاجه. لازم قبل المسابقه ما تبدا اكون عالم نظام حسم التعادل حتى لو غلط او مش مقنع، بس على الاقل المهم هو ده اللي هو ماشي. ماشي ده النظام ايه اللي ماشي للمسابقه. يبقى ده الفكره الاساسيه لحسم التعادل. كل نوع من انواع المسابقات يصلح لها انظمه حسم التعادل وما يصلحش لها انظمه. على حسب هل سويس ولا راوند روبن ولا خروج مغلوب حتى كمان، دي برضه في نظام حسم التعادل فيها لو فضلوا تسوي في النقط في الاخر، او فرق بتفرق جامد جدا حسم التعادل فرق ولا لا، او سبليت. افرض انا بعمل نظام سويسري عادي بعمله بنظام معين حسم تعادل، لكن لو انا جيت عملته سبليت لو استاذ يحيى ما اكتشف الموضوع ده كنا في المحله من سنتين باين، لا ما ينفعش النظام اللي احنا اعلنا عنه، فاضطرينا احنا نغيره بعد اول جوله على طول لان النظام سيء لا يصلح لنظام سبليت. ويسالوني ليه ما يصلحش لنظام سبليت اللي هو النظام اللي انا هقوله. ماشي يا استاذ يحيى مش كده؟ بالظبط، وهي دي الحته اللي انا هقولها. خلاص كده يبقى ده ملخص لاسباب او اهميه حسم التعادل. احنا ممكن نقعد نتكلم على ساعه اهميه، لكن احنا عايزين نفهم ايه حسم التعادل بشكل عام. انا بس اديت لكم اللي هو الاساس ايه هو او اهميته ايه ملخص ليها. انظمه حسم التعادل في حوالي 30 40 نظام. كل واحد يقول النظام ده هو ده الصح، لا هو ده اللي عاجبني، هو ده العادل. واحد تاني يقول لا العادل. حتى اللي مألفين الانظمه كل واحد يقول لا ده نظامي هو اللي البريمو. يعني في من الانظمه المشهوره واحد اسمه نظام كويا. كويا ده واحد كان نائب رئيس الاتحاد الدولي من الهند وكان مبتكر النظام، وبيسالوني عن النظام ده ايه لما نيجي وقته. نظام حلو جدا برضه وظريف وكل حاجه. المشكله ان الراجل اتحبس بعد كده نتيجه سرقات واختلاسات وكلام زي كده، بس ما بيبلعش النظام بتاعه ايه ظريف. بس دايما كل ما بذكر كويا بقول الراجل ايه اتحبس، الراجل كويا بفضحه، فضحوا النظام ده واضح. اشهر الانظمه اللي هو تجميع الدورات او اللي احنا بنستخدمها، او بروجريسيف سكور او اكيوميوليتيف، بيتقال بكذا طريقه. يعني ممكن نقول بس اسماء كده الاول وبعدين نبدا نحاول نشرحهم ونحاول نفهمهم، لان هيجي سؤال في نظام منهم او نظامين برضه، او يقول لك قول لي ايه اشهر انظمه ايه هي. هي حاجه ما اعرفش مين بقى اللي بيحط الامتحان الغلس ده اللي هو يفضل يسالنا الاسئله البايخه دي يعني. فاشهر نظام اللي هو نظام تجميع الدورات، احنا بنقول عليه تجميع الدورات احنا اتفقنا. وفي نظام بوخولز، واحد الماني تقريبا بوخولز ده ولا سويسري المانيا. وفي نظام برجر او بيتقال اصح يعني لو عايز انطقه، او زونن برجر برضو اكيد واحد الماني او سويسري يعني زونن برجر. وفي نظام كويا زي ما اتفقنا. في انظمه ايه تاني يا استاذ فاروق؟ ايه؟ كويا المعدل، حاجات زي كده برضو، وبخولز برضو المعدل، كشدان تمام، عدد مرات الفوز، عدد ابيض ولا اسود، اي انظمه يعني. بس احنا هنتكلم يعني ممكن برضو اسهل برضو ان انا اقول لكم يعني ممكن طريقه سهله لو واحد بس ذاكرته ضعيفه يفتح السويس مانجر ويقوم عامل نيو تورنمنت واللي هو هينزله نيو تورنمنت اي حاجه سويس مثلا ويسميها اي حاجه بطيخ كده، ونحط هنا اي بيانات ونوافق
لو في خانه قال لك ما تنفعش ده عايز بيقول لي لازم تكتب عدد الجولات، كتبنا 9 جولات كده هو وافق، وهندخل الاسماء وكلام زي كده. سيبك من ده، انبوت تورنمنت، دوس على انبوت تورنمنت. هنا هنا التايب بريك، دي انظمه التايب بريك اللي تصلح للسوي سيستم. لو انا رحت وعملت مسابقه راوند روبن هيقول لك الانظمه اللي تصلح للراوند روبن برضه نفس الشيء. في حاجات ايه مشتركه يعني تصلح في السويس وتصلح في الراوند روبن. هو بيختار لك الثلاثة دولت هو معجب بيهم اول حاجه، ممكن اشيلهم ريموف وابدا احط الانظمه اللي انا عايزها من فوق لتحت او كذا كده. فهنا بيقول لك مثلا ايه ممكن فيدا تايب بريك، يعني اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه تجميع الدورات وهنشرحه دلوقتي، بيتسمى في السويس مانجر فيدا، فيدا تايب بريك. والفيدا المعدل اللي هو الفيدا تايب بريك فاين، ونتيجه اللعيبه ده من الانظمه المهمه اللي انا كنت ناسيها، نتيجه اللعيبه المتساويه مع بعض في نفس النقط. في اتنين لعيبه لعبوا مع بعض في التقابلات في احد جولات المسابقه، يبقى اللي فاز فيهم يبقى هو ده النظام نمره واحد، ممكن احطه هو النظام واحد. ونبقى فكرني بالملحوظه بتاعت يا استاذ يحيى اللي انت قلتها لي برضه. ننزل تحت شويه، عدد مرات الفوز زي اتفقنا، مجموع التصنيفات دي لما يكون اللعيبه كلهم مصنفين دولي يبقى انا لعبت مع 9 لعيبه تصنيفهم مجموعهم اعلى من الاستاذ مجدي لعب تصنيفاته، يبقى انا احق ان انا اكون الاول. واحد تاني يقول لي لا ده انا لعبت مع ناس كلهم جايبين 6 نقط و7 نقط، بينما انت محصل نقطك كلها من ناس معاهم 3 نقط و4 نقط وكسبت لي واحد بس مع 7، لا يبقى انا الاول. نظام مختلف تماما، بس كل واحد بيدافع عن النظام بتاعه. كويا ايه عباره عن ايه؟ مش انا جبت مثلا 7 نقط والاستاذ فاروق جاب 7 نقط؟ كويا يقول نقاطي اللي انا حققتها مع الناس اللي في نهايه المسابقه جابوا 4.5 نقطة فما فوق. اللي جايبين 4.5 او 5 او 5.5 او كذا، انا كسبت ده وتعادلت مع ده وخسرت مع ده، يبقى انا جبت 1.5 من الناس الجامدين. يبقى ديت ايه؟ هو ده الكويا بتاعي. بينما الاستاذ فاروق كسب 4 نقط من الناس اللي جامدين اللي معاهم 4.5 فما فوق، وقعد يخسر من الناس الضعف. واخدين بالكم؟ فيبقى كويا هو ايه؟ نقاطه بتاعت كويا احسن من كويا بتاعتي. واضح كويا كده؟ بدون ما اشوفه على الشاشه ولا لا؟ اكيد؟ ها؟ ده اللي هو كويا الايه؟ الراجل الحرامي ده. ماشي ولا لا؟ كده بقى واضح ايه؟ يعني كان واحد سالني في الجمهوريه اتلبخت. ساعات اقوم رد كده رد كده اكون مثلا بعمل مليون حاجه. بتضايق من نفسي قوي لما تسال سؤال فجاه كده على مشام كده، بحب دايما لو اكون مستعد للسؤال اللي الاستاذ المقصود عايز يساله لي، يعني عشان كده قاعد بضيع في وقت عشان ابقى فايق له. ايوه لا هو برافو عليك، لان ده برضو من الانظمه اللي انا عملتها في بطوله هنا للناشئين، من الانظمه الجميله جدا اللي انا معجب بيها. يعني بيتعمل في بطوله اوروبا وبيتعمل في بطولة أمريكا، ما بيتعملش في بطولة العالم. حاولت أعمله في بطولة العرب قالوا لي استحالة، لأن بطولات العرب في ناس بيزوروا في الباسبورات فيبقى تواريخ الميلاد مش مظبوطة، وفي الإمارات ما بيعملوش تاريخ الميلاد، بيكتبوا سنة كذا سنة 97، فتاريخ الميلاد بيفرق في اليوم يعني كمان، يعني اليوم دوت أو قبل اليوم ده. فإيه مثلا أنا طبقته في مصر وحصل خناقة عشان مش عارف والد كريم إيه وبتاع وكلام زي كده على عبد الرحمن لو أنت فاكرين القصص دي، وخلاص بقى ورجعت نفسي دماغي وما بقيتش ايه ازقه تاني. فاحب دايما اجرب اي حاجه جديده في مصر، وبعضها بينجح ومش شرط كل حاجه بتنجح، يعني مش بقول لك كل حاجه بطبقها بتبقى بتنجح، ممكن حاجات بتفشل يعني في كل حاجه، بس دايما بقيس الميزان. الميزان هنا احسن يبقى خلاص يبقى نمشي في الموضوع. يعني حاولت اطبق الاكسلريتد مثلا مع المهندس رفعت من 2 سنين ولا حاجه، قال لي لا بلاش، يعني اقنعته قعدت اقنع فيه 2 سنين عشان يوافق على السبليت، فكان هو اول خطوه تبدا السبليت في المحل، وبدات ايه الناس يتعودوا عليها يقولوا عايزين سبليت. بطوله المنوفيه، جامعات المنوفيه في نظام في السويس مانجر فردي وفرق مع بعض، ساعتها في السويس مانجر بشرحه لكم ازاي يبقى فردي وفرق مع بعض. في الحفل الافتتاح في البطوله السنه اللي فاتت قعدوا يتخانقوا ورافضين ولا ومش هنعمل كده وكل مسابقه لوحدها ومش عايزين كلام من في اخر الافتتاح، يقولوا ايه الفكره العبقريه دي وعايزين ايه عنوان وتليفونات، انا ما حضرتهاش، كان فاروق هو اللي بيتصل بيا، وعايزين نطبق الايه النظام ده على طول في كل المسابقات. لازم تعمل جديد بس يكون انت فاهمه ومقتنع بفائدته.
وتغامر وتستحمل كلام الناس شويه والناس هيعجبوا بيها اكيد فيما بعد. انتوا واخدين بالكم؟ كان في حد هيسال سؤال مش فاكر مين، استاذ يحيى ولا استاذ رفعت ولا مش فاكر، حد كان بيقول مش فاكر انا نسيت. ايه؟ تاريخ الميلاد. يعني هو برضو احد الانظمه الظريفه. في اثنين متساويين مع بعض في نفس النقط، مين الاحق؟ الاصغر في السن. منطقي جدا. يبقى الاصغر سنا اصغر مني بسنه ونص، لا انا احق ان انا اكون الاول. كل منطق، كل حاجه منطقيه. مثلا ممكن ممكن حاجه زي كده. فانا دايما يفضل ان انا بعمل خمس انظمه مثلا بالترتيب في اللائحه. لو تساوي في النظام ده نشوف النظام اللي بعده، لو تساوي في النظام ده نشوف اللي بعده، وهكذا نمشي كده لوليك لغايه ما نوصل. لو مفيش فايده بقى ولازم هنعمل حسم تعادل، مفيش حاجه، ممكن نحط القرعه لو احنا خايفين تفضل متساويه على طول في جميع الايه القرعه. في مسابقات معينه يعني زي مثلا تصفيات افريقيا اللي هي بتطلع بتاهل لبطوله العالم، بيأهل بطوله العالم مجرد بيروح بطوله العالم ويخسر ياخد 6000 دولار ويروح. فمثلا بيتاهل سته، فالسادس والسابع والثامن متساويين في النقط مع بعض، او من الخامس للثامن مثلا. فتعمل ايه؟ فبتعمل ماتشات فاصله. ما فيش ايام ثانيه لان في حجز الطيران، فبتعمل ماتشات فاصله بليدز. يا اما رابن او بليدز حسب الوقت الكافي ايه. ممكن يتعمل ماتشات فاصله مش من ما بين الخامس للثامن، لا ما بين السادس والسابع بس. يعني الخامس بحسم التعادل يلا يا حبيبي انت رحت بطوله العالم، والثامن بحسم التعادل وهو متساوي في نفس النقط يلا بقى معلش يبقى عندك فرصه ثانيه، وعلى اللاعب السادس والسابع مع بعض على مين ايه اللي ياخد منهم. فهمت قصدي؟ بس لو يكون ده مذكور في اللائحه في ايه في البدايه، ما يكونش ايه في وسط المسابقه ولا في اخر المسابقه نقوم متكلين الحكايه دي. ودي حصلت من 4 سنين واتصلوا بيا ساعتها، اللي هي البطوله اللي سته من ليبيا خدوها، سته من مصر سوري خدوها في ليبيا، وحد تقريبا من الجزائر قلش حدوش وبتاع هويس حصل فيها هويس. انت واخد بالك؟ فعزه تقريبا فلت ولعبوا اثنين مع بعض تانيين على كاس التعادل. طالما انت ذاكر في اللائحه كل حاجه يبقى خلاص. حتى لو انت مختار نظام مش حلو قوي او مش مفضل او حاجه زي كده، بنيجي نتخانق انا مثلا واحد تاني صديق ليا، مش بنتخانق سوريا، بنختلف. انا بقى معجب بالنظام وهو معجب بالنظام، واقول لكم ليه انا معجب بالنظام ده وهو ليه معجب بالنظام ده. يعني مثلا استاذ احمد يحيى اللي هو عامل كتب قانون محطوطه كده برضو، مجله قانون جميله جدا، يتمنى الناس اللي هو عايز يقوي نفسه في القانون يبقى ياخد ايه نسخ منها. هو بيحب دايما يستخدم نظام بوخولز في المسابقات. انا بحب استخدم نظام تجميع الدورات في المسابقات. انا ما بحبش التوتر ولا القلق، بحب كل حاجه ماشيه هاديه خالص. عيب نظام تجميع الدورات ان بعد الجوله الثامنه ببقى عارف ومتاكد ان انا سابق فاروق في الترتيب لو احنا تساوينا في النقط، مفيش امل ان فاروق يحصلني. انت واخد بالك حضرتك؟ ده ظاهر قوي في تجميع الدورات، انا بحب كده كل حاجه ظاهر. ممكن بقى ساعتها انا اروح اتعادل، ولو فاروق اتعادل انا واثق انه مش هيحصل. انت فاهم؟ احمد يحيى عايز يبقى دم في المسابقه. ما هوش غلط يعني، كان هو اصح مني، بس هو سياسته او يعني مش معناه النظام ده غلط ولا النظام ده غلط، لا انا ميال للانظمه دي. اللي بينظم المسابقه في الاول ميال للانظمه دي. انت فاهمين قصدي؟ شايف الانظمه دي هي دي اللي هتحله اللي او هتمهد له ان توصل مثلا تقايل لحاجه ثانيه، او هي هتريحه في المسابقه. طب ده بالظبط. بس انا مثلا مسابقه 201 انا مش عايز دوشه، يعني عايزها تمشي كده وتبقى واضحه للامور. ما مش صح، مش بقول لك انها صح واجمالا انا صح، ما بقولكش، انا بقول لك انا ميال لي كده. يعني هو احمد يحيى يقول لي انا مش عايز توطؤات اللي هو الكلمه بتاعتك دي، عايز يبقى في عنف لا القانون بيقول لك ده حلو وده حلو وانت تختار. دي قصه ثانيه يا استاذ احمد، استاذ يحيى مسلم يرد عليك فيها. حصلت في مصر زمان وانا بوظتها. طيب احنا عن دقيقة احكيها بنص دقيقة كده سريعا. حصلت سنة 82 او 83. 82 كنت بلعب مع كابتن احمد حامد الله يرحمه. كل ما بلعب في مسابقات هو اقوى مني بمراحل، وانا واثق من كده. واثق ان هو اقوى مني. بس كان ستايلي راكب على ستايله.
يعني انا لو انا دخلت معركه معاه هيدمرني لانه تكتيكه لماح بشكل فظيع. فانا كنت بقفل له كل حاجه بعد خمس نقلات ناوي تعمل كده مفيش يا ابني لغايه ما يتخنق ويبقى خلاص عايز يرمي الرقعه في وشي وادي له نمات بقى شهره بعد كده في الاخر. ففي دور من الادوار بنلعب مع بعض في النقله التاسعه انا حاسب التفوق شويه ومش عايز العب قمت عرض عليه بطل ووافقنا وقمنا. ليه بقى الحكم يقول لي لا لازم تكمل ده في قانون 30 نقله ولا في كذا. كان الاستاذ يحيى كان موجود ولا لا؟ كان الحكم هو حسين مش حضرتك. كان رئيس الحكام. يا مين اللي قال الكلام ده؟ لا ده موجوده في كتاب القانون. كان ساعتها القانون هلهلي يعني ممكن انا كنت انا واستاذ برضه الله يرحمه صلاح شلبي كنا ممكن نالف قوانين واحنا واقفين وممكن يالف قانون غلط وانا ماشيها او انا الف قانون غلط ولا ماشيها. كان القانون هلهلي ساعتها. انا كنت بقى بحب اتبحر في القوانين واقرا في القوانين وكلام زي كده. فانا كنت قاري ان الكلام ده اتلغى وواثق من الكلام ده. يجي يقولوا لي يقول لهم مش عارف انا كذا ودخلت بقى في خناقات وبتاع قالوا عشان اشطبك. قلت له اشطبوه انا بقى فاهم في القانون وانا متواثق من الكلام بتاعي ومش عايز اكمل المسابقه. قعدوا يبحثوا ومش عارف دخل بقى التدخل اسمه طارق فطين لو مهاجر في انجلترا وقعدوا يمسكوا القانون ومصطفى كمال الله يرحمه. كان مصطفى كمال هو رئيس الحكام تقريبا. الماتش ده اتعاد بعد ما فصلونا من المسابقه رجعونا تاني وقالوا انتوا صح ومش عارف ايه وكذا ورجعوها يا اما يعني ما رضوش يقولوا انتوا صح يعني مشوها يلا مجامله ليك ولا بتاع. وقضيت على البتاع ديت ساعتها. انا مقتنع التمثيل هتعمل هتقول لي 30 نقله برضه همثل دور 30 نقله. هتعمله 70 نقله همثل دور 70 واعمل كده واقعد افكر واقعد انام. طب يبقى ليه لازمتهم الاول؟ انا بقول كده وجهه نظر يعني هي بتحد بشويه بس من الاتفاقات. يعني بس هي مش بتمنع الاتفاقات لا بتحد. كنا ملك لما امبارح الاستاذ على امه ده في الماتش يعني مثلا شغال ما تفكرنيش في ايه كنا بنتكلم في ايه؟ في حسم التعادل. ومين النظام الافضل ومين النظام؟ انا بختار نظام مش حلو. فعلا والله يعني انا معجب بيه بس هو اللي بيطبق في معظم المسابقات. اللي هو التايب بريك اللي فيه ده تايب بريك. انا ما انصحش ان كلكم تختاروه بس انا بميل ليه؟ انا شخصيتي كده مسالمه ما بحبش هيصه في المسابقه ولا يبقى كل حاجه وتوتر وده كذا وبعدين بيصعب عليا قوي يبقى واحد الاول على طول في المسابقه وفجاه في الجوله الاخيره يروح ضيع منه المركز الاول. يعني زي ابراهيم في بطوله الجمهوريه هيتنقط انه الاول بجميع انظمه حسم التعادل وقالها في حديث فيديو لو شفتوه في الفيسبوك انا منزله في الفيسبوك. جميع انظمه حسم التعادل ما عدا النظام اللي تم اختياره اللي هو البخولز في المسابقه هو الوحيد اللي خلى محسن الجابر يطلع الاول. هو اللي المفروض الاحق نظريا من وجهه نظره هو. لكن اللي حصل بقى ان نصيب محسن خصومه كلهم كسبوا في الجوله الاخيره. خصوم ابراهيم خسروا مش كلهم يعني قصدي يعني بعض يعني اللي هو اللي فرق ده. فبقى فجاه بقى محسن هو اللي اعلى من ابراهيم. واضحه كده ولا لا؟ البخولز ده عباره عن ايه؟ مجموع نقاط جميع النقاط الناس اللي انا لعبتهم سواء فزت عليهم او تعادلت معاهم او خسرت منهم. كل الناس اللي انا لعبتهم ايه؟ مجموع النقاط بتاعهم، بجمع النقاط بتاعتهم عليا. مجموع النقاط كل من اللي انا اتقابلت معاهم. ماشي فممكن في اخر جوله انا وانت لعبنا مع تسعه كل واحد لعب مع تسعه في سته مشتركين فنتيجتهم مش مؤثره لكن في ثلاثه مؤثرين وثلاثه ثانيه مؤثرين عادي. دي مثلا نفعتني في بطوله في فردي افريقيا فردي من سنه كنت طالع مع الفريق القومي لاولاد وبنات نفعتني مع كانت منى خالد في البنت جزائريه طالعه متصدره المسابقه واثقه خلاص انها هتطلع الاولى وهتاخد ايه وومن جراند مصر. هي افتكرها لغايه دلوقتي وكانت صديقتي على الفيسبوك خلاص طردتني من الفيسبوك نتيجه اللي انا هقوله ده دلوقتي. فانا شفنا الموقف في اخر جوله لقينا ان ممكن منى تسبقها بس بشرط في بنت معانا اليسرى هتلعب مع ايه؟ مع البنت الجزائريه دي انها تتعادل معاها ومنى تكسب وفي واحده ثانيه من خصوم منى لازم تكسب. انا حاسبها كده وهم بقى واثقين تماما انهم طالعين الاول بيهانوا نفسهم وهتتعادل مع يسرا مش مشكله. فانا ما حضرتش لايه؟ ليسرا. احمد عدل عنده ماتش سهل قلت لاحمد عدل يحضر ليسرا انها تعمل حيطه قصاد البنت اللي هي الجزائريه ديت ويبقى وتعرض بطل عليها.
وحصلت عملت الحيطه فعلا وايه والبنت الجزائريه فرحانه بقى وبتهني نفسها ومنى كسبت وانا قاعد براقب الدور اللي ناقص احنا مالناش دعوه لو انا بقى شرير اكتر كنت اروح احضر البنت الايه اللي لعبت مع منى وما لعبتش مع الثانيه عشان اخليها تكسب يعني عشان تساعد منى كسبت الحمد لله فهنينا نفسي بقى برضو وفرحنا خلاص احنا هناخد اللقب رئيس الحكام اعلن ان البنت الجزائريه هي الاولى نتيجه حركه كده صغيره حصلت برضو البخوز عبارة عن نقاط جميع الخصوم ده نظام البخوز الأساسي البخوز الفعلي بيديك الأوبشن ده ما عدا أعلى نقاط من خصومك وأقل نقاط من خصومك يعني أنا لعبت مع واحد جاب 7 واحد جاب 5 واحد جاب 3 واحد جاب 2 يبقى أنا أشيل الإيه اللي جاب 7 وأشيل اللي جاب 2 أقل واحد وأقل وأعلى واحد وأجمع الباقي فهم مش واخدين بالهم من النقطه دي جمعوا كله فهو حتى بجميع الانظمه حتى كان اللي هو اعلى واحد واقل واحد كانت ايه الجزائريه كانت اعلى بس بالنقطه بالبرانش ده بالذات ما كانوش واخدين بالهم منه فرئيس هم دخلوا على رئيس الحكام واربكوه وكلام زي كده فهو قام مستخدم النظام الثاني اللي هو بايه ما يشيلش اعلى واحد واقل واحد تمام ما هو ابو خرز اللي هو العادي فعلا اللي هو كله لكن البخولز اللي هو المطبق بنشيل اعلى واحد واقل واحد في ممكن اقول بخولز برضو الوسطي اشيل اعلى 2 واقل 2 على حسب ما انا اعلنت في بدايه المسابقه ايه بخولز بس ولا بخولز مش عارف اعلى واحد واقل واحد ولا بخولز اعلى 2 واقل 2 خلاص كده واضح البخولز انا سرقتكم قبل ما قلت تجميع الدورات وقلت الايه وحصل بقى خناقه في الاخر وبتاع والراجل اقتنع بكلامي وكان ثابت مثبت على النت دمست الانترنت انه كان الجوله الثامنه نزلنا الملف اللي موجود على النت وعملوا من جديد قصادهم فتحوش بقهم بس البنت خصمتني بقى الجزائريه خلاص يعني راحت بنت من بنات اللي كانت معايا على الليل امينه مزيوت خصوصا اثبتنا مع الجزائر بقى ايوه كان ساعتها يعني خلاص وتبص لي كده رحت مسابقه بعد كده بتبص لي مش طايقه خلاص يعني معناها كنا انا يعني حبايب مثلا اقول ايه بس يلا اعمل ايه كده بس برضه النظام ده برضه فيه يعني شيء من الظلم برضه في الحاله دي مفيش حاجه 100% ما قلت لك كده طب انت يعني انا الكلام اللي انا قلته ده عشان يوضح لكم ان مفيش حاجه بيرفكت النظام بتاعي ما هوش بيرفكت النظام بتاع احمد يحيى مش بيرفكت النظام بتاع كويا الحرامي مش بيرفكت وكله يعني جميع الدورات دي رغم ان في شيء من التوتر بين الجماهير في الاخر بس يعتبر اعدل للاعب اللي اقرب حاجه بيرفكت للعب ماشي او اقرب حاجه بيرفكت اللي هو مجموعه تصنيفات الخصوم بس بشرط يكون كلهم مصنفين لو مسابقه كلها مصنفه ده كان بيقول والله ده اعدل حاجه سواء حتى لو واحد قوي مثلا وراحت عليه في المسابقه دي وقعد يخسر وبتاع كلام زي كده بس هو قوي اللي هو اللي بيلعبوا مسابقات كتير وخد تصنيفه ده بعرقه وده تقريبا اللي بيتعمل في البطولات العالميه ايوه البطولات هي الكبيره بقى مجموعه تصنيفات الخصوم هو ده بيبقى تقريبا نسبيا برضه يمكن ده يكون من وجهه نظري انا برضه كان الاستاذ يحيى يكون عنده وجهه نظر ثانيه تكون اصح من اللي معايا برضه بالظبط يعني مش سريع ان عاده المسيطر على اول مسابقه تحس انه نفس القوه ماشي نفس القوه بس حد قاعد على الروعه الاولى بقى له 6 7 8 جولات يعني يحصل اخر جوله يطلع ثاني بالظبط يبقى كده وضح البخورز مش كده؟ طيب البرجر ايه هو؟ البخولز مجموع نقاط كل الناس اللي انا لعبت معاهم. البرجر زي البخولز بس الفرق حاجه بسيطه. مجموع نقاط الناس اللي انا كسبتهم فقط. واللي خسرت منهم ما اخدش منهم حاجه. واللي اتعادلت معاهم باخد نص النقط بتاعتهم. سهل خالص. مش كده ولا لا؟ حد بس يقول لي صعب ولا حاجه اقولها له. يوسف شكلك انت مش فاهم حاجه باين عليك بعكسك بس انت استاذ طبعا واضح خلاص برجر طب حد يقول لي بقى برجر فرق يبقى ازاي شوف انا نطيت من فردي الفرق على طول انا من النوع اللي انا مش منظم يعني انتوا ملاحظين كده بقوم نطط من هنا لهنا بلاقي بيبقى فيه معلومات كتير قوي على نفسي تقولوها لو قعدت اقولها كده بالترتيب هنقعد مثلا اسبوعين والمهندس رفعت بقى ما اعرفش هيعمل فيا ايه ساعتها ماشي ايه بقى يا برجر فرق ايه برجر فردي مجموع نقاط الناس اللي كسبتهم ونصف نقاط اللي اتعادلت معاهم وما خدتش حاجه من اللي خسرت منهم بالفتاكه كده بالطريقه المصريه يبقى ايه برجر الفرق ازاي من غير ما تبصوا هنا بالفكاكه كده الدكتور هيقولها اكيد
موجودة في الورق؟ دكتور أستاذ ذاكر الورق. طيب من غير الدكتور وغير طبعا فاروق ويوسف والأستاذ يحيى. أستاذ يحيى ممكن يقول المهندس رايف عطل. الفرق واضح جدا. أنا كسبتك 3-1 يبقى البرجر بتاعي إيه؟ 75%. مش أنا كسبتك 3-1 يعني 3-4 يبقى اخد 75% من نقطك. كسبتك 4-0 يبقى اخد 100% من نقطك. كسبتك 3.5 يبقى اخد كام؟ 87.5% من نقطك. هو الاصح بقى ما باخدش 75% يا استاذ محمد. البرجر الفرق بيضرب في النقط اللي انت جبتها. يعني مثلا باخد نقاط خصمي معاه 20 نقطة بضرب انا كسبت 3-1 يبقى العشرين دولة تضربوا في 3 مش ب3-4 يعني انت فاهم قصدي عشان بس يكون اوضح وادق ما هياش نسبة عشان ما تخش في النسب والكلام زي كده. انت بقى انت معاك 20 وانا معايا 30 انا كسبت 3-1 يبقى انا اخد منك كام 20 في 3 وانت هتاخد مني 30 في 1 واضح ولا لا؟ ها ده برجر الفرق بقى بوضوح يعني ده الادق يعني بقى فعلا. طب لو انا طلعت بقى 2-2 طب ماشي بس هكملها بس حاضر لو طلعت 2-2 يبقى اخد منك كام؟ نص نقطه ده زي التعادل اللي هو زي التعادل اللي فات. ياخد كل الكاس ونص التعادل ده في الفردي في الفرق بالنسبه الناس النقاط اللي انا حققتها. ما انا لو كسبتك 2.5 غير مكسبك غير 3 غير مكسبك 4 يعني اخد برضه كمان اللي مهزوم منه. بقى انا خسران من حد وجايب ايه واحد خسران 1-3 يبقى انا هاخد واحد مش 1-4 بقى هاخد واحد مضروب في النقط بتاعتك. بالظبط خلاص كده واضحه كده البرجر للفرق يبقى انا سرقتكم وقلت لكم البرجر واضح اكيد لكل الناس. طيب هنا بينا في شرح مثال تقابلات معنى ولا ده بنقولها بكذا. في بقى عدد مرات الفوز يقول لك بس عشان يشجع الناس انهم يلعبوا للفوز من اجل الفوز على طول. اللي يفوز اكتر يعني اللي يفوز يعني واحد جايب 7 من 9 واحد جايب كسبان 7 ادوار وخسران 2 احسن من اللي كسبان 5 ادوار ومتعادل 4 ده جايب 7 وده جايب 7 بس ده عامل بيلعب ادوار دمويه فبيدوا كده وحتى كمان بتساعد منظمين المسابقات. واحد عامل $100,000 جوائز مسابقه وبعدين يجي مثلا وجايب تلفزيون وجايب الوزير وجايب كذا وكذا عشان يجي يصور و10 دقايق يلاقي الناس كلهم تعادلات يلا مع السلامه. ايه ده؟ فين فلوسي؟ فين الناس الدموي؟ يعني زي زمان كان ايام اليونان كانوا بيجيبوا اسودة ويفضلوا يلعبوا مع البشر وكلام زي كده عشان يبقى اكل لغايه الدم لغايه النهايه. فانا جايب فلوس ودافع $100,000 وانت تخلصوا كده والليله خلصت وجمهور دفع بره بيدفعوا تذاكر كمان عشان يحضروا بعض المسابقات الكبيره كده وتخلصوا لي. لا اشوف لكم حاجات ايه نظام حسب التعادل بيقرفكم. بيعملوا حاجه امر في بعض المسابقات اللي هي مسابقات بالذات الراوند روبن مثلا جايزه الاول $10,000 كل دور تعادل ينقص 5% من الجايزه من اللي انا عملتهم تعادل ليه؟ تنقص 5% ولا تلعب حتى العجة حتى الموت. انت فهمت قصدي؟ لا عايز كله. مالار ده بقى اللي هو واحد معاه فلوس وعايز دم فممكن يفكر. انا ممكن بقى يتلم على حسن خالد ولا فاروق اللي هم الاشرار دولت ولا الاستاذ يحيى شوف مين اشر فينا ويالف له تاليفه من انظمه الحسم التعادل عشان ايه يبقى فيه دم اكتر. واحد تاني مسالم زيه لا يا عم مش عايز دم كله يتعادل التعادل من نقل قبل حتى ما يقعدوا يتعادلوا. انت فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى ده كده برضو ايه بتوضح لينا حسم التعادل ايه والكلام ده. ايه؟ قبل لا وممكن تعمل ايه يعني البطوله يعني خلاص اتحددت البطوله قبل البطوله ما تبدا خلاص كده الجوائز كل واحد ياخد الجائزه وكله تعادلات والتكاسل كانت بتحصل في مسابقات زمان والله استاذ يحيى حاضرها مسابقات الراوند روبن اللي كان بيبقى تصفيات بطولة فريق قومي. فلان خلاص أول ما كسب الجولة دي الجولة الأولى وده كسب بيقعدوا مع بعض ويقسموا أنت تكسب يوسف وأنت بتعادل كذا وأنت كذا وده ده ضعيف
انا ممكن اقول اسماء بس هتطلع في التسجيل، اسماء مشهوره جدا، ملوك الاتفاقات وملوك التعادلات وكلام زي كده. خلصوا الجوله الاولى خلاص المسابقه لغايه الاخر اتعرفت. انت ده يوسف ضعيف خالص، هتخلص عليه. حسن خالد ده ثالث، هتتعادل معاه. بيقسموها وخلاص يبقى وصلوا المرحله النهائيه. ده من عيوب الراوند روبن. يعني اقوى نظام هو الراوند روبن، والاقوى منه راوند روبن من دورين ابيض واسود عشان يبقى عادل اكتر. ده اقوى حاجه واعدل حاجه بتطلع نتيجه، بس بشرط ما يبقاش فيها اتفاقات. واخد بالك؟ الراوند روبن ممكن تخسر باول دورين ثلاثه فتيأس خلاص انك انت تاخد نتائج، فتبدا تسيب نقاط لناس، وبعدين مثلا حسن خالد يقول لك لا روح العب مع فاروق ده بايه؟ بينافسني، فحاول تدمره وتوقفه، يوم جاي مخصوص عشان يوقفه. ده عيوب ايه؟ الراوند روبن. السول سيستم ممكن تخسر اول جولتين ومع ذلك تطلع اول المسابقه، ودي حصلت حوادث كتيره مشهوره زي علي ياسين، زي طارق فاطين، زي محمد يسري. محمد يسري كان كسب الشرقيه الدخان قبل كده، بيقولوا كان عمل سويس جامبت، خسر اول جولتين وقعد يلعب بقى جنب دوره الميه فتره، بيلعب جنب دوره الميه يعني معناها بيلعب مع الضعاف، وقعد يجمع نقط بقى جنب دوره الميه كده ثلاثه اربعه، وبعدين بقى الناس كلها قاعدين بقى مدمرين في بدايه المسابقه، قاعدين يكسبوا بقى يوسف ويخسر من حسن ويعمل كذا ويقع، وهو بقى جاي بقى جاهز بقى طالع ايه مريح، ويبقى كسبان اخر جولتين بس كده صراع مع اثنين جامدين وخلاص وطلع الاول المسابقه. كنا بنسميه سويس جامبت في الاهلي، سويس جامبت في اللعب يعني، هو سويس جامبت فعلا في الشطرنج. خسر، ده حصل في حوادث كتيره يعني، ممكن استاذ يحيى يكون عارف عني يعني مثلا، بس اشهرهم علي ياسين ومحمد يسري. علي ياسين اللي هي البطوله بتاعت احداث الامن المركزي اللي اتوقفت شهر في النص، كان احداث الامن المركزي سنه 77 دي ولا كان سنه كام مش فاهم؟ 87 بتاعت احداث الامن المركزي، وقفت حوالي اسبوعين ثلاثه ورجع كمل، كانت 11 جوله. احداث كتيره حصل، بيبقى بطبع مش متعمد يعني خسران بس ما بيقاس، وقاعد بقى بيطلع من تحت وبتاع كلام زي كده. وبكره الجندي يمكن عملها برضه في حاجه مش فاهم، ممكن ممكن استاذ يحيى هيكون فاكر حاجات اكتر مني في الحاجات دي. 87 كان في بطوله في شارع الدخان في وسط البلد في شارع عماد الدين، وقفنا المسابقة. كانت الجولتين وهنقول على ياسين مش لازم تجاوب الجولة الأولى. كملنا المسابقة بعدين حوالي اسبوعين ثلاثة لما حصل تجاوب الجولتين. في تسع جولات فقط. هي كانت 11 جولة، كانت جولة. صاروخ على ياسين الله يمسيه بالخير. تسعة من 11. وكان جاي البطولة اللي فاتت قاعد بيحضر على الفيسبوك وبيقول أنا جاهز للمسابقة وجاي آخد البطولة وبتاع، يا عيني ما استحملش. على الجمهورية اللي فاتت، يعني هو لعيب من عظماء الشطرنج زمان يعني أساسا يعني. كان بيعمل ألغاز، بيألف ألغاز، ولعيب ألماعي جامد يعني، بس طبعا السن بيحكم بقى، السن ممكن يبقى عنده 70 سنة ولعيب جامد جدا يعني زي كورشنوي. يعني كان مثلا فوق ال 2600 و 2000 وصل، كان ب 2600 ووصل دور النهائي بطولة العالم مع كاسباروف ولا دور الأربعة تقريبا. وناشدورف، ناشدورف ده قابلته مرة واحدة في حياتي في الأولمبياد 84 تقريبا. كان بيعرق كده مش عارف متعور إصابة، وقاعد معجب بفؤاد الطاهر. فؤاد بيقول لي أنا بشبه الراجل ده، أنا حاسس إن أنا معجب بلعبه يعني. فبشبه عليه وبتاع، وبعدين قاعد كده قال لي ده كل الناس المحترمه بيسلموا عليه يعني، عايزين يوطوا على ايده ويبوسوها، كاسباروف وكاربوف والناس كلها. بعدين راح سال عليه عرف ان هو ناشدورف. السؤال ايوه مؤثره في بعض الانظمه ومش مؤثره في بعض الانظمه. حلو، ده سؤال جميل قوي، بس ما اعرفش انا خايف اعقدهم بيه ولا لا. ممكن اساله لهم لو عايز اسقطهم. ماشي بس اقوله لهم اشرحه لهم. حاضر. مهم برضه فكرني بيه برضه لما اخلص بس الجزء ده. كنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على احنا قلنا لسه بقى اللي هو تجميع الدورات. تجميع الدورات ده بس بيبقى عايز ايه توضيح شويه كان سبته للاخر. ده مجموع نقاطي، يعني انا بعد الجوله الاولى مثلا كسبت بقى معايا بونت مش كده؟ الجوله الثانيه اتعادلت بقى معايا 1.5، الجولة الثالثة اتعادلت بقى معايا 2 بونت. التاي بريك بتاعي للثلاث جولات دولت 1 زائد 1.5 زائد 2. أنا بعد الجولة الأولى كان معايا كام؟ 1.
الجولة الثانية 1.5 يبقى 1+1.5. بعد الجولة الثالثة بقى معايا 2 يبقى 2.5+2 يبقى 4.5. يبقى التاي بريك بتاعي من 3 جولات 4.5. تراكمي مجموع نقاطي اللي انا حاصل عليها الإجمالية بعد كل جولة بحطهم في الصندوق. بعد الجولة الرابعة اقوم ايه، انا مجموع نقاطي كام؟ 3 نقط، احطهم في الصندوق واشوف في الصندوق ده مجموعه ايه، يبقى هو ده التراكم. واضح ولا لا؟ اكيد نفسي بس حد يقول لي مش واضح هبقى احس بسعاده. هنتخانق دلوقتي الصراحة. انت انت كاره الموضوع، يبقى انت بتكرهني. يا عم الساحه ما قلتلكش لا، انا قلتلكش لا. تجميع الدورات ده فلسفته ايه؟ طب حد يقول لي فلسفته ايه؟ ما كل واحد بيدافع عن فلسفته في تجميع الدورات. هو الاستاذ فاروق قالها من شويه تقريبا. فلسفته ان هو ده يعني عارف نفسه بيطلب وانا ايه؟ لا لا سيبك من النهايه، بيدي فرصه للمحافظ على مستواه ان حتى لو حصل له ظروف ما ياثرش عليه في التاثير الكبير. يعني تقريبا انت تايه ماشي كده حواليك. انا لسه كنت بقول لك دلوقتي سيوس جبت اللي هو اللي بيخسر اول جولتين وبيلعب جنب دوره الميه، ده تجميع دوراته هيبقى زباله. بالظبط. لكن اللي بيكسب في الاول معناها ان هو بيخش وسط الوحوش. بص بقى عليه الاسد وده بداخل كده قاعد عو وده كذا وده ماسك له سكينه وده ماسك سيف وده ماسك بندقيه وقاعد بيعدي وسط الكلام ده ويتزحلق يقع شويه ويمر قايم تاني وقاعد بيحارب. تجميع الدورات ده عباره اللي بيكسب في الاول بيناضل وبيخش فعلا مع الناس الجامده الشديده قاعد بيحارب معاهم وبيقاتل. فاهمين قصدي ولا لا؟ فده فلسفته اللي هو اللي بيكسب في الاول يبقى بيلعب ماتشات صعبه. انا بقول لك انا بدافع من اسم كان انا واحد اسمي ايه تجميع دورات. فبقول لك الفلسفه بتاعته ايه؟ خدتوا بالكم على الفلسفه بتاعته ايه؟ هو انا بطلع بيه انت لعبتهم بره بتطلع نفس الكلام، لو انت ضعيف هنا هتلعب ضعيف هنا. بس انت لعيبه ضعيفه جامد. لا ده مش معنى. فعلا ما انا بقول لك كل واحده ليها فلسفه. بس انا رايي تجميع الدورات ده احسن عدد من مش شرط مش شرط مش شرط. ما انا بقول لك انا بحبه بس مش شرط صدقني ان الكون هو احسن حاجه. لا لا حلو قوي اللي انت النقطه اللي انت قلتها دي برضه. يا استاذ رفعت برضه في انظمه بس انا مش فاكر قوي ازاي التعبير بتاعها، ممكن الاستاذ يحيى يساعدني. الانظمه اللي هي بتعتمد على مجهودك انت والانظمه اللي بتعتمد على مجهود الناس اللي بيلعبوا في المسابقه، فهم انت ممكن تقسمهم طبقا للتقسيمات دي. اللي بتعتمد على مجهودك انت مثلا برجر تمام ولا لا؟ بخورز بيعتمد على مجهود الاخرين. يعني انا بكسب وفي نفس الوقت عيني يا رب اكسب انت، يا اوعى تتعادل، يا ضيعت المسابقه مني، الله يخ مش عارف ايه انت فاهم قصدي. دي حصلت مع باسم مثلا ايه في بطوله العالم الناشئين، خسر اخر جوله ففي واد فرنساوي طلع الثاني، جاي زعلان من باسم قوي كان متصاحب على باسم ان هو ضيعه لان بكسب باسم كان باسم هيطلع الثالث ولا الرابع وكان الواد الفرنساوي ده هيطلع الاول في البطوله وزعلان جدا انت فاهم، لانه اصلا مصيره في ده البخولز، مصيره في ايد باسم انت فاهم قصدي. يعني هو قاعد مرووش وبيلعب الدور ويروح ينط على باسم يشوف الدور وشكله ايه انت فاهم. يعني انا بقول لك كل حاجه ليها فلسفه، ما فيش حاجه ليها نهايه. يعني ده اللي هي المراقبه. هل الانظمه واضحه ولا انا كروتها ولا ايه؟ لا يعني نفسي حد يقول ايوه سياده يا ريت. معلش ما الورق ده كله خد بالك هتاخده برضه وتراجعه. يعني كل الكلام اللي انا قلته يمكن اكتر منه موجود في الورق، بس المهم اللي انا عايز راي لحضرتك. قول كل نظام ايه مميزاته ايه؟ تمام. طيب ما في حته ثانيه معلش يعني خدها من واحد سعيد. لا لا يا سلام فوق دماغي. مثلا عندنا هو مش هنفترض ان الاثنين عندنا مثلا الاربعه، ايه المشكله يا اخي نعمل دوره وجماعه في الهيكل؟ ايوه حلو قوي. المشكله يرد عليها المهندس رفعت الفلوس عقابه. انا عايزكم تمشوا بقى خلاص كفايه.
ارتباط انا حاجز تذكره القطر، انا حاجز ما اعرفش ايه، انا واخد اجازه من شغلي. ماشي ماشي كمل يا بيه. تمام. كان زي ما بنقول مثلا عايزين نختار بتتعمل يا بيه، بتتعمل المنتخب بتاع مصر. تمام. بطولة افريقيا كان هي المشكله ان احنا نزود يوم على البطوله بحيث ان الاول الاول الفعلي. طب انا بقى ارد على حضرتك حاجه برضو اضافيه لذيذه، انا شفت جميع انظمه المسابقات. ما انا عارف بيعملوا بقى بيعملها في افريقيا، بس بيعملوا بقى الاوائل اللي هم متساويين في النقاط بيلعبوا ماتشات فاصله زي الحاجات اللي انا قلتها في الاول، بيلعبوا ماتشات خروج الاثنين. اه بالظبط. وحصلت مع ولاء وخالد عبد الرازق ولعبوا هم الاثنين ضد بعض ومش فاكر مين فيهم اللي عدى. تمام تمام. يعني دي بترجع للائحه نفسها، اللائحه نفسها. وانت عايز ايه من المسابقه؟ عايز مسابقه ترفيهيه تشجيعيه تنشيطيه مسابقه تاهيليه؟ لو تاهيليه يبقى لازم اعمل حاجه زي اللي انت حضرتك بتقول. لو ايه؟ لو حاجه تاهيليه بتاهل وبقى مجرد ما اروح اخسر باخد 6000 دولار او بتاهل لمنتخب او بروح اخسر بروح بطوله العالم العب الدورين واخسره واخد 6000 دولار وارجع، بقى مضطر اعمل حاجه زي كده. تمام. اي حاجه بس تكون موجوده في اللائحه وبعملها بس في الحاجات التاهيليه. تمام تمام. تجميع الدورات ايه؟ نتيجه المباراه ما بينهم. تجميع الدورات لو تساووا في تجميع الدورات اللي بعديه على طول اللي هو الفاين. لا الفاين تجميع الدورات اللي هو الفيدا والفيدا فاين. تجميع الدورات بس تشيل نتيجه اول جوله. لا من فوق. انا يعني انا لو انا كسبان في اول جوله وحضرتك متعادل يبقى انت هتشيل منه نقطه من تجميع الدورات التوتال اللي احنا كنا جامعينه وهتشيل من الثاني نص، يبقى انت اللي ميزه اكتر، يبقى اللي بيخسر في الاول ميزه. يعني تجميع الدورات العادي اللي بيكسب في الاول ميزه، بس لو تساوي في تجميع الدورات يبقى اللي بيخسر في الاول هو اللي ميزه. وضحت كده الامور ولا لا؟ اللي الف تجميع الدورات هو اللي عامل كده نظام، يعني عامل لك العكس بالظبط. بس هو المفروض تشيل اخر دوره. افرض ان هما الاثنين ماشيين زي بعض ماشيين زي بعض بقى بالظبط، مفيش لا اللي بيكسب في الاول ولا اللي بيخسر في الاول، يبقى نشوف ايه النظام الثالث اللي بعديه. بيفضل في البطولات العرب او عاملين لائحه ان يبقى اول نظام حسم تعادل نتيجه اللقاء بينهم. فرضا اثنين لعبوا مع بعض يبقى انا كسبان، يبقى نتيجه ما بينهم. افرض ان في ثلاثه لعبوا مع بعض. لو انا مثلا احنا الثلاثه لعبنا مع بعض، انا جبت نص منكم انتوا الاثنين وحضرتك جبت بونت ونص، كسبت واحد وتعادلت مع واحد وحضرتك جبت بونت، يبقى انت الاول. تمام؟ طب افرض ان انا اربعه. انا لعبت مع الثلاثه وحضرتك لعبت مع الاثنين، بس انتوا الاثنين ما لعبتوش مع بعض. يبقى النظام ده فشل خلاص والغيه ونشوف النظام اللي بعده. يعني لازم شرط الناس المتساويين في نفس النقاط كلهم يكونوا لعبوا مع بعض. يا اما ننقل على السيستم اللي بعده. دي برضو تكه ممكن تتسالوا فيها، ولا ممكن ايه واحد ما ياخدش باله كده يقوم واقع في حفره وما ياخدش باله ويقول لا ده كذا ده الاول، بينما اكون عامل ايه سؤال خبيث. انا شطرنجي بقى وكنت بعمل افخاخ، كنت فريق قومي ومدرب منتخب وحاجات زي كده، ممكن اضحك على اي حد. وكلهم ايه كسبوا بعض، يعني كل المجموعه هو هو، يبقى نشوف النظام اللي بعده بالظبط. لا لو انا كاتب بقى، لو انا بقى حاجه زي كده، لانه اصلا برضو القرعه برضو بتفيد ليه، او نظام حسم التعادل برضو بتفيد في حاجه انا نسيت اقولها. احنا قلنا بتفيد في حاجات كتير، بتفيد في الجوائز العينيه. يعني الفلوس ممكن تتقسم، لكن كاس هناخد انت راس الكاس وده ديل الكاس وده كذا. ساعات مثلا يبقى في جائزه عينيه مثلا حاجه ثانيه هديه، كمبيوتر هديه. كان باسم هو صغير 10 سنين الاول العرب خد كل واحد راجع بنوت بوك. كان عنده نوت بوك تعبان الاول اقعد اتريق عليه، فهو بقى جايب كمبيوتر كبير سوري خد هديه في بطوله العرب من شركه كمبيوتر مثلا، عامله سبونسر للمسابقه وعامله جوائز للناشئين كلهم، اوائل الناشئين كل واحد له كمبيوتر. واحده في الشاشه واحده في الجهاز مثلا، فهيقول واحد ياخد كده وواحد ياخد الرامات مثلا، ما فيش حاجه من دي. بالنسبه لحسم التعادل برضه نشيل اول دور بس.
الناس اللي بتكسب في الاول بتظل ما انا عارف انا مديله ميزه الاول اللي بيكسب في الاول ما انا مديله الميزه الاول افرض بقى فضل متساوي فبيعكسها مش مشكله يعني ما فيش مشكله حلو كده خلاص خلصنا من تجميع الدورات نشوف مثال عملي واحد نمره واحد فاز وبعدين اتعادل وبعدين خسر ونقاطه كلها 6 من 9 الثاني برضه نقاط 6 من 9 بس تعادل اول جوله وبعدين فاز وكذا كسر التعادل بتاعه يبقى ايه فاز اول جوله معاه بونت ثاني جوله تعادل يبقى اجمالي 1.5 ثالث جوله خسر يبقى اجمالي 1.5 رابع جوله فاز بقى اجمالي 2.5 بجمع كل النتائج دي كلها وبشوفه في الاخر كام 29 الثاني مجموعه 28.5 يبقى ده الايه الاعلى يبقى هو ده الاول لو فرضا هما الاثنين طالعين 29 يبقى اللي هيفوز مين فيهم الثاني هو اللي هيفوز لان ده متعادل تمام خلاص واضح كده كاس التعادل اكيد يعني انتوا لو سالتوني فيه المفروض ايه انا اعرف اجاوب فيه تمام كده خلاص يبقى كده خلصنا من انظمه حسم التعادل نلحق نشوف توزيع الجوائز اللي هم ايه في ثلاث انظمه لتوزيع الجوائز انا بقى في نظام منهم فضلت سنه هموت عليه ان انا اعرفه وابعت لناس اصدقاء ليا لغايه ما عرفته وبدات اطبقه في مصر والاقي معارضه في الاول والناس ايه يعجبوا بيه في الاخر ثلاثه تساوي مع بعض في نفس النقاط في نظامين مشهورين الاول مثلا واخد $3,000 والثاني 2000 والثالث 1000 والثلاثة مستويين في نفس النقط فحرام اللي واحد ياخد بحسم التعادل $3,000 والثالث ياخد $1,000 حرام ففي في الامارات مثلا بعض الدول يحبوا يقسموا ال3000 وال2000 وال1000 يبقوا مجموعهم كام 6000 يقسموا على 3 وكل واحد ياخد 2000 وكله متساوي بس حرام برضو انا لعبت اقوى منك ولعبت مع ناس وبتاعك عيني وانت طالع لي بالسويس جنبت كنت بتلعب جنب دوت الميه وفي الاخر بقيت زي في النقط وتاخد قدي في الفلوس $2,000 طب نعمل ايه حد يرد عليا من غير ما يبص في الورق اوكي لكن فلوس الفلوس اهم الكاس خده فلوس مهمه ازاي تعمل تتغلب على العمليه دي ازاي اللي هو حكايه انت فاكر من اسيوط ازاي بقى تدمج الحاجتين مع بعض مش الاول هنا 3000 2000 1000 اخد نص يبقى انا باخد نص الجايزه انا طالع الاول بحسم التعادل اخد نصه والنص ده حطه على جنب كده هنتفاهم مع بعض فيه الثاني جايزته 2000 باخد 1000 والنص ال1000 باخده في الصندوق ده الثالث 1000 باخد ال500 وال500 في الصندوق اللي فاضل في الصندوق بجمعه واقسمه على 3 واديهم كل واحد بالتساوي على النص الاولاني بتاعه على الجزء اللي خده طبقا لمركزه بحسم التعادل يعني نص الجايزه بياخدها طبقا للمركز المعلن والنص الثاني بيتقسم بالتساوي واضحه ولا صعبه من انظمه 80% من المسابقات في العالم بيتطبق فيها كده اللي هو نظام هارت ده هورت ده كان جراند ماستر تشيكي وخد جنسيه انجليزي قريب يعني من 5 6 سنين عاش في انجلترا فبرضه ابتكر النظام ده وقال هو ده العدل وانا ايه بدافع عنه بايه باستماته يعني بقول هو ده الصح لا ممكن نظام حسم التعادل ما يكونش انا يعني ما يكونش انا اللي عامله صح او اللي انا بختار لكن ده انا مقتنع ان هو الصح ان انا بعمل وسط بين النظامين هنا بقى مثال عملي اهو بالظبط واضح اهو من المثال ده واللي بتوزع عليكم في الورقه والاستاذ يحيى هيقول لنا حاجه انا بتكلم عن مسابقه اسوان مش مكتوب فيها توزيع الجوائز وكيف التساوي لا انا كاتب هارت مش مكتوب لا لا كاتب هارت هم مش ليه انا اعتقد انا من النوع اللي ما بغلطش وما بنساش فانا عايز اشوف عملي كده انا بغلط وبنسى ولا لا انا من النوع ما بغلطش وما بنساش وانا بكل غرور مغرور قوي انت عارف فيها البرانويه دي ادي لائحه بطوله اسوان اهيت ونشوف يا هورت اطلع يا هورت موجود ولا لا هتكسف قوي قصادكم عملي هنشوف كده ها فين الجوائز يا ابو علي جوائز البطوله ما
كذا وكذا. مفيش خالص اي هورت، يبقى انا غلطت. انا قريتها يا ريت. هورت موجوده في حته ثانيه ولا ايه؟ هورت حسب التعادل وفي حاجه حسب التعادل؟ لا حسب التعادل. لا اصبر اصبر برضه. اي احتجاج؟ لا لا لا، ده انا اعتزل شطرنج خلاص، دي اخر حاجه، اخر مسابقه مش هحكم فيها. اول ما اعتقد ان احنا بنشتغل بهورت، اقول لك بامانه الله، من دلوقتي تعلق على طول وينزل هورت. هورت وحاجه كمان، كلمه كمان بنحطها مهمه جدا ولازم تعرفوها، لغايه نتيجه المركز المعلن فقط. الجواز لو لغايه العاشر، افرض من الثامن، حاضر يا استاذ يحيى، لغايه ال 15 متساويين في نفس النقط، ال 11 ياخد المؤاخذه البليله ويروح، يبقى بيقف لغايه العاشر. يبقى اللفظ ده بس يتعلق النهارده، اللي هو هورت بالاضافه لحتى الجائزه المعلنه، او حتى الجائزه المعلنه بالظبط، يعني لغايه العاشر مثلا، لو ما اعرفش جوائز العاشر ولا ال 15 يبقى الوقف عند العاشر. يبقى النقطتين دول برضه يتحطوا يا استاذ يحيى عشان يبقوا واضحين. تتكتب النهارده على طول بخط واضح وكده. ايه انا هخش على الموضوع اللي بتاع ونشوف الجوائز. انت بتطمع طمعا في جائزه ولا حاجه؟ لا بس انا زعلان من نفسي. ده احنا رجعنا اللائحه دي 7000 مره يا باشمهندس. مش عارف المفروض والله. بالظبط. بس هي حكايه هورت وحته الجائزه المعلنه دايما معرفه فشوا فيها وبنحطها بنراجعها. وبرده واول سيدات. طب الحاجات دي برده لازم تتعمل النهارده. الملف هتاخده بعد الغداء ولا بتاع، ونفضل انا والاستاذ يحيى وانا وانت اي حاجه زي كده نغيره. لا برده يبقى امورنا برده واضحه، يعني امورنا واضحه. الجوائز بدل ما هتبقى 3000 للاول هيبقى 400 جنيه بس للاول، ويبقى عايزين تبقى واضحه مش كده برده؟ صباح الفل. متسجل الكلام ده؟ زيع. خلاص كده احنا خرجنا على الموضوع، احنا دخلنا بالجد. خلاص هورت ده والكلام ده. يعني انت لو هتدي الجوائز من الاول للثالث بس. لا هورت يعني انا هدي لغايه العاشر بس، الثلاثه الاوائل متساويين في نفس النقط. هعمل كده معاهم، هعمل مع كله. لو الرابع والخامس والسادس والسابع متساويين ههرطهم برضه. التاسع والعاشر وال11 وال12 وال13 متساويين، هقرط التاسع والعاشر بس، وال11 وال12 وال13 اقول لهم مع السلامه. لا مش قصدي على اللي بره، ما خدت ال 10 كل المتساويين مع نفسهم في نفس النقاط بهرطهم، بخليهم هورت بس لغايه الجوائز المعلنه فقط. انا ليه بقول بس لغايه العاشر بس؟ افرض جائزه العاشر 100 جنيه والتاسع 100 جنيه، ومن التاسع لغايه ال 20 متساويين، يبقى هدي كل واحد 13 جنيه، خد يا ابني 13 جنيه وامشي. دي فضيحه يعني، انت واخد بالك؟ فعشان كده بتقف ايه لغايه العاشر. كل حاجه ليها فلسفه. يعني انت لو حاولت تدور على الفلسفه اللي هو مش مكتوب هتعرف. يعني ليه انت واقف لغايه العاشر وتظلمني؟ لا انا عايز اتساوي برضه واخد نقط. تمام كده؟ نخلص من الموضوع ده ونشوف بقى الموضوع الشائك الاخير، التصنيف. نحاول نخلصه في نص ساعه كده ولا بتاع؟ باذن الله تعالى. الجواز بيسال عن الجواز. ايه؟ بيسال عن الجواز. عايز يعرف الجواز كام؟ يشوفها في اللائحه متعلقه النهارده بالليل. لا لا، الجواز التوزيع اللي هو السؤال التوزيع عايز تعرفوا ايه هو يعني؟ ما المثال معاك في الورقه، انا قلت لكم مثال تاني. بالظبط، نص الجايزه والنص تحطه في الصندوق، والصندوق بتقسمه. تمام؟ التصنيف الدولي. في ورقه برضه متوزع عليكم فيه. انا شغال في التصنيف الدولي من سنه 82 او 83، وقفت فيها حوالي سنتين كده، سافرت الامارات كنت مدرب في نادي دبي، ورجعت تاني استكملت الموضوع ده، والحمد لله يعني كده افتخر ان بالافكار العبيطه بتاعتي وافكار كويسه وحاجات زي كده، وصل عدد اللعيبه المصنفين حوالي 650 واحد دلوقتي. يعني يمكن احنا سابقين دول متقدمه وميزانيتها اعلى مننا بكتير. يعني تركيا مثلا ميزانيتها 2010 كانت 10 مليون يورو. احنا عندنا جراند ماستر يمكن اكتر منهم، وعندنا ناس القاب اكتر منهم، وعندنا مصنفين اكتر منهم. كان من ثلاث سنين، دلوقتي ما اقدرش اقول طبعا، من ثلاث سنين كان في حد في الاتحاد بيقول لا احنا لازم نعمل كذا ونعمل القاب وبتاع. قلت له الصين احنا اكتر منهم مصنفين واكتر منهم القاب.
مش مصدق. قمت دخلنا كده على الصين وشوفنا. هو دلوقتي طبعا لا طبعا في اسباب، بس انا يعني ما رضيتش اقولها ساعتها، انا عايز بس اثبت ان انا صح زي ما كنا بنحاول دلوقتي ولا بتاع. اسباب ايه؟ ان الصين فقراء مثلا ما بيقدروش يسافروا بره، او قيود سياسيه عندهم ما بيسافروش بره كتير، اي اسباب، فما بيقدروش يحتكوا مع الناس عشان ياخدوا تصنيفات وياخدوا القاب. بس لو اتفتحوا على العالم مفيش حد هيبقى ياخد لقب يعني طبعا. لو يعني لو سيبتهم سرعه العالم مش فتحوا يعني اللفظ اللي كان الاوقع شويه، صح كده ولا لا؟ ففي بقى اللعيب اللي هو الجديد في التصنيف او اللعيب المصنف. اللعيب الاهم ليكم اللي هو اللعيب الجديد في التصنيف، وده سؤال بتسال فيه دايما الحكام ويبعتوه علي. كان في قواعد في التصنيف الدولي الاول. التصنيف الدولي مزاياه ايه او المزايا بتاعته ايه بشكل عام؟ حد يقدر يقول لي مزايا التصنيف ايه؟ حدش يقدر عنده فكره التصنيف ايه مزايا؟ لو انا بعمل راوند روبن مثلا، بعمل مجموعات ثلاث مجموعات، ان انا احاول اخلي المجموعات متساويه القوه، فلو الناس لهم تصنيف يبقى اقدر اقسمهم كويس قوي. لو انا بعمل نظام مسابقه سويس سيستم، قلنا المسابقه عشان تطلع الترتيب صح اقرب للصح، عشان ما اقدرش اقول كلمه صح قوي قاطعه، يبقى رتبهم طبقا للقوه، اقوى واحد يليه ثاني واحد في القوه وهكذا، عشان الجامدين يلعبوا مع الضعاف، وبعدين بعد نتيجه الجوله ديت برضو اللي هم اللي معاهم نقط بقسمهم طبقا للترتيب كده، ونصهم الاولاني يلعب مع النص الثاني، يعني النص الجامد في الجامدين يلعب مع النص الضعيف في الجامدين وهكذا. انتوا ماشيين كده، لو هي متقسمه كده هتطلع النتيجه او الترتيب اقرب ايه للصح. فلو انا عندي تصنيف هيبان الموضوع ده صح. التصنيف الدولي برضو يأهلني ان انا اخش بطولات عالميه، يعني بطوله العالم اللي هي الورلد كاب، مش بطولة العالم سوري، اسمها وورلد كاب، بيتأهل فيها أوائل القارات، أوائل أفريقيا ستة، أوروبا بيتأهل منها 22، آسيا معرفش بيتأهل منها كذا، ومثلا أعلى 30 واحد في العالم في التصنيف. فممكن التصنيف كمان يدخلني مسابقة معينة، وممكن يقول لك لا أنت إيه ضعيف، أنت 2500 بس، لما تبقى 2600 بقى تعالى خبط علينا عشان يدخلك المسابقة بتاعتنا. بجد في حاجات زي كده بتحصل، هي مسابقات بالذات الراوند روبن اللي هو كاتيجوري 20 وكاتيجوري 21، كاتيجوري 21 و22 دول هو كاتيجوري قله الادب اللي هم فوق 2700 دولت، يعني هم حاجات يعني فظاعه يعني واخدين بالكم، يعني حاجات ايه بشعه مالناش دعوه. ده من ايه؟ فوائد التصنيف. فوائد التصنيف برضو البارانويا، واحد ماشي 2500 2600 تحس كده يا ارض تهدي ما عليك كده، انا قيمتي كذا. التقييم، احنا بنقول تقييم يعني قيمته، وطبعا قيمته فوق اي حد، قيمته فوق كل حاجه على حسب دينه وعلى حسب اخلاقه وعلى حسب كده، انا يعني بقول شطرنجيا يعني. كل ما بيعلى تصنيفه كل ما بيعرف قوته ايه، وبيحاول ان هو يعلي شويه كمان ويبذل مجهود اكتر ويدرس اكتر ساعه زياده كل يوم عشان يوصل للرينج ده، او عشان يوصل لتصنيف كذا عشان يحصل ايه النورم الثالث وياخد اللقب. حاجات عوامل كتيره قوي لو انا بنتكلم فيها كتير ايه مش هنخلص. في قواعد مختلفة بالهبل عشان مسابقة تتصنف. بالنسبة للراوند روبن ممكن أربعة بس يكونوا مصنفين في المسابقة وتتصنف. ثلاثة لو هي بطولة سيدات، ثلاثة من عشرة بس يكونوا العشرة لعيبة، يعني مش 20 لاعب أو حاجة زي كده. لو سيدات بيقللوا شوية العدد. ممكن الباقيين غير مصنفين. التصنيف علشان تاخد تصنيف لازم تلعب مع مصنفين وتعامل معاهم نتيجة معينة، غير يعني لما تلعب مع أحمد عدلي غير ما تلعب مع حسن خالد. طبعا لما تجيب مثلا نتيجة مع أحمد عدلي، الناس أحمد عدلي كتير، غير ما تعمل نتيجة مع حسن خالد كتير. هنا ممكن تاخد 2500 في التصنيف، هنا ممكن تاخد 1700 في التصنيف، لأن حسن خالد ده ضعيف وأحمد عدلي ده إيه جامد. الانسحابات غير محسوبة، نتيجة الانسحاب غير محسوبة. الدوري له معاملة خاصة، خليها دلوقتي عشان ايه المعاملة بتاعه. هو لا يفكرني بس اكلمه شوف عايز ايه. المسابقة لازم نظام الوقت يكون محدد ومعروف وقانوني من ضمن الانظمة القانونية. الحد الادنى ساعتين لكل لاعب، ساعتين توتال 120 دقيقة لكل لاعب، يا إما 120 دقيقة من غير فشر
او 90 دقيقة مع 30 ثانية فشل، او 60 دقيقة مع دقيقة لكل نقلة فشل. المهم التوتال كذا، اساس ان المتوسط بيحسبه لك كأنه متوسط الدور 60 نقلة، كأنه متوسط الدور ايه 60 نقلة. فلو ساعة ودقيقة عن كل نقلة يبقى 60 نقلة في دقيقة، يعني 60 دقيقة كمان يعني ساعة، والساعة دي ساعتين، ساعة ونص و30 ثانية، يعني ساعة ونص ونص دقيقة في 60 نقلة يعني 30 دقيقة، يبقى التوتال ايه ساعتين. عشان الدور او المسابقة تتصنف لازم يبقى نظام الوقت كده، لو نظام اقل من كده ما تتصنفش الا في حالة واحدة. ايه هي دي؟ انا بنطبقها في بعض المسابقات بنبقى سعداء قوي، الناس بيبقى سعداء عشان نعمل ايه، المنظمين بيبقى سعداء واللعيبة بيبقى سعداء، ان ممكن تبقى ساعة واحدة بس و30 ثانية وتبقى مصنفة، بس بشرط ما فيش ولا لاعب تصنيفه 2200 فما فوق، كله تحت 2200، كل اللعيبة تحت 2200 دي تفيدك مثلا لو في هنا ما فيش، لو محافظة محافظات فيها لعيبة مصنفين وضعاف. فده مصطفى شلبي كان فرحان بيها قوي وعمل مسابقة بالشكل ده، كانت راوند روبن واتصنفت، كانت ساعة و30 ثانية، وفايدته انه ممكن يلعب 3 جولات في اليوم مثلا، ما حدش بحيث يخلص المسابقة مثلا في ايام جمعة وسبت، يعني مش شرط يلعبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الراوند روبن قلنا ان هو معامله مختصره. اللي هي ايه؟ اه مصنفه. اللي هي بس نظام الوقت ممكن بقى تقلله ساعتها فيتيح لك الفرصه تعمل كذا جوله في اليوم. اه بس تكون مسجلها قبلها بشهر. تكون متفق مع الاتحاد ومسجلها قبلها بشهر. الامر من كده انك انت لو اللعيبه كلهم بتاعتك اقل من 1600، مفيش حد 1600 خالص مشاركين في المسابقه، ممكن تعملها نص ساعه ونص ساعه، نص ساعه و30 ثانيه. كلهم مفيش ولا لاعب 1600 فاقل. لا ما هو عندك التصنيف بيبدا من 1000. يعني لغاية ايه لو كلهم كده ممكن تعمل كده. فانا بطبقها في مسابقات الناشئين ما بيبقاش في حد فوق 2200، فكله يلا بنقلبها ساعة و30 ثانية وبنقدر نلعب 3 جولات في اليوم، جولتين في مرحلة وجولة تانية في مرحلة، يعني المرحلة الثانية بحيث نقدر نستفيد بالقاعة وتوفير اقامة. فعشان كده المنظمين بيبقوا فرحانين بيوفروا 3 ايام اقامة من المسابقة وبيقلل يعني والمسابقة بتتصنف برضو. لو لعب عايز يتصنف حاضر اولا دلوقتي بس اخلص النقطتين دول. الانسحاب قلنا غير محسوب. الراوند روبن برضه نقطه بقولها لك برضه مهمه بس اخلص النقطه ديت برضه، له ايه طريقه ايه مختلفه او معينه. التصنيف كان الاول بيبدا من 2200، مش فاكر لغايه سنه 2000 ولا سنه كام، وبعد كده والحريم او السيدات كان بيبداوا من 2000، بدأوا من سنة 2000 خلوا كله التصنيف الرجال كمان مسموح يبدأ من 2000، ووحدوا التصنيف ما بقاش في تصنيف منفصل للسيدات وتصنيف منفصل للرجال. فدي كان بتفيدني مثلا باسم واحمد في اول تصنيف ليهم كان 2045 باسم، انا فاكره انه خدهم الاردن، واحمد 2000 مش عارف 67 او حاجه زي كده، فانا كنت بفضل اعايرهم عشان يتحمسوا شويه ويموتوا نفسهم ولا بتاع. انت تصنيفك حريمي، لما تبقى تصنيفك رجالي يبقى اتكلم معايا، هو يسخن نفسه وجع مرنه بقى، فهو قاعد يموت نفسه في التمرين مخصوص عشان يطلع من تصنيف اللي هو ايه الرجالي ده. بعد كده قرر انه كل سنتين ينزل التصنيف 200، يعني يبدا من 1800، يبدا من 1600 لغايه 2010. فدلوقتي بقى بادئ من 2000 من 1000 سوري، ده اللي هو الاحد. واصلا بيقللوا ليه؟ عايزين ياخدوا رسوم. فدلوقتي بقى ممكن اللي يجيب بونت من 10 في مسابقه ولا نص من 10 بقى بياخد ايه تصنيف، عايزين ياخدوا رسوم من اي حاجه، اي حد بيتصنف بياخد ايه رسمه عليه. ماشي كده. الراوند روبن له قاعده، يعني اصلا التصنيف عمر ما اخد تصنيف الا ما العب مع ناس مصنفه وحقق معاهم نقاط معينه ما عدا الراوند روبن. الراوند روبن ممكن اتاثر من غير المصنف، نتيجتي مع غير المصنف تأثر عليا وانقص في التصنيف، والغير المصنف ممكن يعني في المسابقات العادية لازم ألعب مع 9 مصنفين وحقق معاهم نقاط معينة، في الراوند روبن ممكن ألعب مع 4 مصنفين بس اللي هي الموجودين في المسابقة وآخد تصنيف في نهاية المسابقة. ليه؟ بتحسب نتيجتي فقط في الأول بالطريقة بقى اللي هي الترايلز معرفش ولا إيه في الاستاتستيك،
يعني فرضا في خمسة مصنفين وخمسة غير مصنفين، كل واحد من غير مصنفين تحس بنتيجته بس مع الخمسة مصنفين جاب كام؟ ده واحد ونص من خمسة، وده جاب ثلاثة من خمسة، فيتحسب تصنيفه كأنه لعب الخمسة دول بس، وكل واحد ياخد تصنيف أولي. بعد ما ياخد التصنيف الأولي كل واحد يتحسب مع الخمسة المصنفين مع الأربعة اللي واخدين تصنيف أولي، يتشاف زاد قد إيه أو نقص قد إيه خلال المسابقة برضه، يعني المطلوب منه كان ياخد كم نقطة فيبقى نقص أو زاد، فنعمل الزيادة أو النقصان على الخمسة دول اللي هم الجدد، فيبقى له تصنيف تاني، نبدأ نعيده تاني من جديد، لعب مع التسعة مع الخمسة دول تصنيفهم الأساسي كذا وتصنيف إيه الثانوي كذا، لغاية ما يثبت في وقت من الأوقات لا بيزيد ولا بينقص، يبقى هو ده تصنيفه النهائي. واضحة رياضيا ولا لا؟ يبقى أنا مش عارف أشرحها. اللي حصلت مع سامح في نيجيريا وقال الاتحاد ما عرفش ايه وكل حاجة غلط وكل حاجة بينما ايه كانت صح. اول حاجة الخمسة دول غير مصنفين بحسب نتيجتهم مع الخمسة مصنفين فقط، اصلا بقولها ليه وبعيدها ليه لان كنتوا ممكن تنظموها في بعض المحافظات عندكم لو عندكم عدد قليل من المصنفين، بحسب نتيجته بس مع الخمسة المصنفين، والمفروض عشان اخد تصنيف يتحسب مع تسعة، فايه هحسبه مع خمسة بس، فكل واحد من الخمسة دول خد تصنيف اولي، المسابقة لسه ما انتهتش خلاص ولا نتيجتها اتحسبت، عشان عايزك حضرتك تشرحها لهم بقى رياضيا تكون ايه احسن مني طبعا. الخمسة دول خدوا تصنيف اولي نتيجتهم مع الخمسة المصنفين فقط، بعد كده العشرة بقوا موجودين خمسة مصنفين وخمسة واخدين تصنيف وهمي او اولي، بحسب كل واحد من الخمسة دولت مع التسعة، المفروض يجيب خمسة من تسعة، هو جاب أربعة بس يبقى ينقص بونت، يبقى ينقص مثلا 20، فنقص 20 منه، وده هنزود 15، وده هنقص 30، فيبقى له تصنيف مرحلة تانية. وصلت كده قصدي؟ بعد ما بقى المرحلة التانية أبدأ أعيده تاني وأشوفه عمل إيه مع التسعة بعد إيه ما زاد ونقص، على إيه برضه يزيد 17، وبعدين ده ينقص 23. يا افضل اعملها الثالث مره رابع مره خامس مره لغايه ما يجي في مره من المرات لا بيزيد ولا بينقص، يبقى هو ده تصنيفه امسك، هو ده تصنيف اللي هو اللاعب الجديد تصنيفه كذا، وده تصنيفه كذا، وده تصنيفه كذا. انا برضه يعني مش عارف اشرحها قوي، يمكن الدكتور يعرف يشرحها لنا، يعني مش واضحه قوي عامله زي المساحه لما يجي يعمل خطا في الاخر بالظبط، المهم في الاخر يبقى صفر، مفيش الخطا ما بيحصلش تقريبا كده. انا هحاول مخمه كده بحيث ابقى اعرف اشرحها فيما بعد في محاضرات تانية بتاع، هي مش هتختبروا فيها بس انا بقولها لكم كمثال يفيدكم في تنظيم مسابقات، يعني كان عشان انا نطيت وما شرحت لكوش الاول المصنف بيعمل ايه، يعني بس عشان انا طمعان ان انا اقول لكم الراوند روبن، انا نطيت حاجات يمكن عشان كده مش واضحه ليكم. فدي بتفيد ان هو ممكن ياخد تصنيف، انا عملتها برضو الفكره دي سنه 93 وابراهيم لبيب خد تصنيف منها، كان عندي 30 لاعب وبطولة الجمهورية تأليفة، أنا ألفت تأليفات كتيرة بطولة الجمهورية بأشكال مختلفة، يعني دي تأليفة سريعة ممكن أقولها لكم، كانوا 30 لاعب 15 مصنف و15 غير مصنف، قسمتهم ثلاث مجموعات بالتساوي، ال 15 خمسة حسب قوة كل مجموعة وخمسة غير مصنفين فيهم. بحيث ال 15 غير مصنفين في 12 خدوا تصنيف وثلاثة لا. من خلال المسابقة دي. ده ابتكار ايه؟ ضفنا 12 واحد جداد. التلاته اللي ما خدوش انا فاكرهم لغايه دلوقتي وائل فكري وعاطف المهدي وحنا نسيب. ما نجحوش انهم يحققوا المطلوب منهم عشان ياخدوا تصنيف في المسابقه دي، جابوا مثلا نص، جاب صفر، جاب اي حاجه من دي يعني. واخدين بالكم؟ لكن الباقيين ال 12 التانيين خدوا تصنيف. بحيث خدنا الاول والتاني من كل مجموعه بقى النهائي سته، وبايه؟ عملنا نهائي الجمهوريه واللي خد علي ياسين ساعتها. كان رضا همام باين ومش فاكر ومين تاني معاه وزاهد والكلام زي كده، وطلع ايه؟ علي ياسين طلع الاول. عشان غير مصنف ياخد تصنيف لازم يلعب مع تسعه مصنفين. التصنيف دلوقتي بيطلع كل شهر، كان قبل كده كل ست شهور وبعد كده خلوه ثلاث شهور وبعدين خلوه كل شهرين، دلوقتي بقى كل شهر. واخر ميعاد لارسال النتيجه نتائج المسابقات يوم 23 في الشهر. لو انا المسابقه تنتهي من 24 او انا اتاخرت هتتحسب الشهر اللي بعديه. فلازم العب مع تسعه مصنفين. مجرد ما العب في اي مسابقه هتاخد يورو منك على كل لاعب، فبياخد رقم تعارف زي رقم باسبور، مجرد لعب مع في المسابقه دي ما عملش نتيجه عمل نتيجه بياخد رقم،
رقم زي رقم مسجون، رقم باسبور، رقم بطاقة، رقم بس. اي دي وهمي، اي دي رقمي فقط، لكن مش اي دي حقيقي. الاي دي الحقيقي بيحصل امتى؟ او العداد التاكسي يبدأ يعدلك امتى؟ يوم ما تجيب بونت مع مصنفين دولي، بس يكون لعب 3 أدوار مصنفة في المسابقة دي، يبدأ العداد الحصالة تحسب. فرضا انا في مسابقة في الاول لعبت مع 2 احمد عدلي وكسبته، ما لعبتش مع حد مصنف تاني ولا كأني لعبت مع حد، لازم العب مع 3 حسن خالد واجيب ايه 1 من ايه، او 4 حسن خالد واجيب 1، او 5 حسن خالد في المسابقة دي. بعد ما العداد يحسب اي بقى ممكن تلعب دور في مسابقة، تلعب دورين وتخسرهم، تلعب 0 ومن 4 أدوار، اي حاجة خلاص ايه بيجمع لك العداد بدأ يشتغل. يعني زي واحد تاكسي ماشي لك من غير عداد الاول وبركبك معاه فمديك رقم، اول ما تجيب بونت من 3 او بونت من 4 يبدا العداد بقى يحسب عليك. واضحه ولا لا؟ اكيد. يعني 3 اوراق بتاعهم مسابقه ايه؟ 3 مصنفين بتاعهم مسابقه في اول مسابقه، وتجيب بونت على الاقل حقيقي مش بونت انسحاب. نص لا بونت او نصين ممكن يعني مع مصنفين، يبدا العداد يحسب لك. ايوه الاي دي الاولاني بعد 2 سنين بينتهي، يعني لازم تلعب قبل 2 سنين يقول عشان تكملهم. يا اما انت لو لعبت 2 اي دي ومش مكمل والسنتين عدوا على الاي دي الاولاني، الاي دي الاولاني راح الاي دي الثاني شغال لغايه ما يعدي عليه 2 سنين. لو اخدت ايه خلاص خلاص تلعب 10 سنين ما تلعبش، ما تخافش على تصنيفك ما تقلقش. لازم بقى واحد ماسك مسابقه غلط وحط اسمك كده بدون ما تاخد بالك. ماشي كده. المفروض نخلص الساعه كام؟ يعني الساعه 3 إلى 5 نخلص 3 و10 كده مثلا. احاول اخلص بس التصنيف وبعد كده نشوف ايه عشان الناس ما يضربونيش. بس بيتحسب ازاي بقى؟ احنا قلنا مثلا فرضا انا جبت 3 هنا ولعبت 3 هنا و4 هنا و5 من هنا. المهم انا لعبت مثلا مع 10 لاعبين مصنفين في مسابقات مختلفة، اول 3 منهم كانت في مسابقة معينة. فده واحد ما تصنيفه كذا، واحد تصنيفه 2200 وكذا وكذا. تمام؟ اعرف قوتي ازاي؟ ال10 دولت بجمعهم وبقسمهم على 10. مجموعهم 19724، هتقسم على 10 يبقى متوسط الناس اللي هو قوة الناس اللي انا لعبتهم 1972. في واحد لعب مع ناس ثانيين 2400 و2500 و2000 وكذا، يبقى متوسطهم 2300 مثلا و70. فعشان كده تفرق اللي انا العب مع ناس جامدة، ممكن يبقى واحد ولا اثنين منهم ضعاف مش مشكلة، بس المهم التوتال او المحصلة بتاعتهم كذا. طب لو انا جبت نص النقط مع ال 1972 يبقى انا المفروض تصنيفي كام؟ 1972. منطقي جدا، انا لعبت 10 ادوار مع الاستاذ جبت 5 من 10 يبقى انا في قوته. لكن لو لعبت 3 ادوار وجبت 1.5 من 3 لا مش من قوته، لسه ما لعبتش العدد الكافي اللي يبين قوتي فعليا. اللي يجيبه فعلا. انت فهمت قصدي ولا لا؟ هو ده الملخص. لو جبت اقل ما بتمشي بطريقه، لو جبت اعلى بتمشي بطريقه. ده الغير مصنف. لو جبت النص يبقى انا قوتي زيهم. لو جبت اعلى من النص كل بونت زياده عن النص ازيد 30، كل نص بونت ازيد 15، 30 عن المتوسط. يعني افرض انا جايب 6 من 10 و5 من 10 مع الناس 1972 يبقى انا تصنيفي الجديد ايه؟ اهو انا كاتب لك 6.5 من 10 بقى 30. ازيد بونت ونص عن النص، كل نص بونت زياده 15 وكل بونت 30 يبقى انا زايد كام؟ 45 على النص، يبقى انا تصنيفي الجديد 1972 وزودت ال 45 يبقى 2017. في ال 65 دي ده لو انا جايب 5 من 10، لكن لو جايب 6.5 من 10 كل بونت زياده ازيد 30 و72 2017. تمام. لكن ممكن يعدل المصنف ممكن يعدل المصنف. افرض ان انا لعبت مع 9 2400 وجبت 8 من اقول 10 2400 وجبت 8 من 10 يبقى انا هبقى كام؟
تصنيفي ثلاثة زيادة عن النص، ثلاثة بثلاثين بتسعين، ومتوسطهم 2400، يبقى أنا تصنيفي جديد أول تصنيف لي 2490. عديته سلام، مش عديته ما هو لا. خلاص ده من حوالي سنة ونص كده بدأ معمول ماشي كده. طب لو أنا جبت أقل من النص بيمشي بقى بطريقة مختلفة، في جدول مش هتحفظه ولا حاجة زي كده، الجدول موجود هنا ولا لا هشوفه لك فين بحيث تبص عليه. اللي يجيب 3.5 من 10 يعني جايب 35%، وصف الجدول ده قصاد 35% مكتوب ناقص 110، ناقص 110 يعني معناها ناقص 110 عن المتوسط اللي انا عامله ايه، المتوسط 1972 وانا جايب 3.5 يبقى انا ناقص 110 من 1972. هشوفه لك الجدول اكيد هنا موجود عندكم، انا اديته لكم. طب تمام، انا عايز افتحه هنا بس. لا مش ده، لا ده بتاع المصنفين. ايوه اللي هو ده بقى في 35% قصاد 110، ادي 31% 35% اللي هو ما بين 107 ل 113 يعني 110 هتلاقيها في الحته دي. تمام؟ لا يبقى هو الجدول الاولاني بتاع السابق مش كده برضه ولا؟ مطبوع في الورقه. ماشي كده؟ هاي 35 قصاد 110 بنشيل ال 110 من المتوسط كده. لو انا جايب 40% يعني جايب 4 من 10 يبقى هنبص هنا ناقص 72 بس، وهو كان متوسط 1972 يبقى انا تصنيفي الجديد هيبقى 1900. لو انا جايب 4.5 يبقى ناقص 36 بس من 1972 يبقى تصنيفي الجديد 1936. واضح كده للجدد خلاص؟ ها؟ اكيد ده هيبقى سؤال برضه ممكن يعني محتمل يعني. لا ما يعني انا مش عايز اوضح يعني ده يبقى اللاعب الجديد. اخر حاجه خلاص في العشر دقايق اللي فاضله من الخمس دقايق اللي هو اللعيب الايه المصنف زي الاستاذ مجدي من المصنفين او المهندس رفعت او الاستاذ يوسف، في حد مصنف تاني الاستاذ يحيى طبعا اشرف ايه اهلا بيه. تمام، المصنفين الدوليين كانوا بيمشوا بطريقه زمان ودلوقتي بيمشوا بطريقه تانية بقى لهم سنتين ثلاثه كده او بقى لهم كام سنه. يعني كان طريقه زمان ان انا اشوف المصنفين اللي لعبتهم في المسابقه كام واشوف متوسطهم مثلا ايه 2400 وانا مطلوب مني اجيب كام منهم. دلوقتي بقى كل دول لوحده، انا لعبت مع واحد 2000 مطلوب اجيب منه كام، ولعبت مثلا مع واحد 2200 مطلوب منه اجيب منه كام. يعني ايه مطلوب منه اجيب منه ايه؟ انا واحد تصنيفه لعب مع لاعبين تصنيفه 2170 وغير مصنف، يعني لعب مع ناس كده اول جوله لعب 2170 وبعدين غير مصنف وبعدين كذا وفاز على الاولاني وفاز على الثاني وخسر. لو كان تصنيفه 1940 ومعامله 15 يبقى التغير في التصنيف هيبقى كما يلي. هو تصنيفه 1940 ولعب مع اول واحد 2170، الفرق بينه وبين ال 2170 كام؟ 160 230 مش كده ولا لا؟ نبص في الجدول تحت، الجدول الشهير بتاعنا، في جدولين، في جدولين 230 ادي 230 ما بين 226 ل 235. لو هو اعلى في التصنيف من الناس من الشخص اللي لعبه يبقى مطلوب منه 79%، لو هو اقل يبقى مطلوب منه 21%. قول مثلا هو اعلى يعني مطلوب منه 80%، معناه ايه لو مطلوب منه 80% من النقطه؟
انه لو جاب النقطة كاملة يبقى يزيد كام؟ 20%، يزيد 2.2. طب هو مطلوب منه 80%، لو جاب 50% لو جاب نص النقط لو تعادل معاه يبقى ينقص كام؟ 3/10 او 30%. لو خسر الدور وهو اعلى في التصنيف بكام؟ ب 235، يعني مطلوب منه 80%، يبقى ينقص 8/10. سهلة خالص ولا لا؟ ال8/10 دي بضربها في المعامل بتاعي، كل واحد له معامل، خليه على جنب كده. لو انا اقل في التصنيف يعني اقل منه ب 235 يبقى مطلوب مني 20%. لو انا كسبت يبقى انا هزيد قد ايه؟ 80% في المعامل بتاعي، لو تعادلت هزيد 30% في المعامل بتاعي، لو خسرت هنقص 20% بس في المعامل بتاعي. ايه هو المعامل بقى؟ تقريبا ده اخر حاجه وبعدين نراجع بقى ايه؟ مراجعه سريعه 2:13 كده. المعامل ده بالنسبه للجديد في التصنيف اللي هو في اول 30 دور له لعبه مع مصنفين بيبقى المعامل 30. سؤال برضو ممكن محتمل يعني، يا اما خلاص نلغيه بقى ونشوف سؤال تاني اصعب شويه. اللي يعدي عليه 30 دور يبقى المعامل بتاعه 15. تمام؟ يبقى ما يزيدش جامد قوي وما ينقص جامد، يعني بدل ما يزيد 30 في النقطه الزياده ولا بتاع يبقى يزيد 15 بس. لما يعدي 2400 في التصنيف يبقى المعامل بتاعه 10. تمام؟ بتفرق. لو عدى 2400 في التصنيف وبعدين نزل قاعد يخسر في مسابقات ونزل على 2400 بيفضل برضه المعامل بتاعه 10. واحد زي مثلا سيد بركات كده عدى 400 وبعدين نزل فبيبقى المعامل بتاعه الكوفيشن بتاعه 10. واضحه ولا لا؟ المثال اللي عندكم بيوضح كل حاجه، ممكن لو اتبعناه هنشوف المثال، ولو في حاجه مش واضحه يبقوا تسالوني بكره قبل ما نبدا السويس مانجر فيه. من خلال الجدول من خلال كذا، هو لعب مع الفلان في الجوله الثانيه، لعب مع غير مصنف ما يبقى نتيجتي مش محسوبه معاه، لعب في الجوله الثالثه مع 2420 يبقى الفرق بينه وبينه كام؟ في قاعده اخيره بس بقولها لكم، ان الحد الاقصى للفرق بيني وبين خصمي 400. يعني ايه الفرق بينه وبين خصمي 400؟ افرض احمد عدلي بيلعب مع حسن خالد 1800 واحمد عدلي 2600، الفرق بينه وبينه 800. لو انا بصيت للجدول ده، فين الجدول بتاع احمد عدلي؟ هنقفل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه ديت والمثال ده بحيث نشوفها دي بس برضو. فرق مثلا 800. لو الفرق 800 يعني اكتر من كده يبقى انا احمد عدلي يوم ما يكسبني ما يزيدش حاجه، يزيد واحد على 100 من المعامل بتاعه، يعني واحد على 100 يضرب في العشرة يعني يزيد مفيش. يعني زمان كان في مسابقه طنطا سنه 97 كان مايلز بيلعب مع الامير فتحي، شاف البرج لقى نفسه يلعب مع الامير فتحي، كان عايز يتف في الارض، مش يعني مش عرفان من الامير فتحي، عرفان بس ان هو 2550 وبيلعب مع الامير فتحي 2020. يعني هتعب نفسي واقعد واشرب شاي وقهوه واعصب نفسي وممكن اعمل بلندر واخسر في الاخر، اخسر السقط واللقط، اخسر 10 ويوم ما اكسب ما اكسبش حاجه. فبيعملوا ايه؟ فبيعملوا يبقى الحد الاقصى 400 بيني وبين خصم مايلز مثلا 2600، احمد عدلي 2600 وانا 1800، يعتبروني انا 2200 بس لدور احمد عدلي بس، واحمد عدلي يعتبر بالنسبه لي 2200. فاهمين قصدي؟ يعني معناها ايه؟ نبص هنا يبقى الفرق 400 يبقى ايه؟ اللي هو ايه؟ 92%. يبقى انا مطلوب مني 8% مش 1%، واحمد عدلي يبقى مطلوب منه 92%. يعني احمد عدلي يوم ما يكسب هيزيد ال 8% من 10، يعني هيزيد 8 من 10، يعني يزيد 1، يعني مش ما يزيدش خالص. فهمتوا الفلسفه بتاعتها برضه ولا لا؟ بس يبقى الحد الاقصى للفروق 400 دايما. فساعات كده تلاقي ما بين قوسين يبقى الفرق 600، لكن عاملين ما بين قوسين 400 مش محسوب. لو خسر منه مش محسوب، بس فايده للغير مصنف ويرقص بقى ويعمل فرح بتاعكم. ما ده حصلت مع طارق محمد ده يوم تعادل مع باسم وقاعد بترعش في التليفون، انا شايفه بترعش قصادي في التليفون، يعني من فرحته يعني ان هو تعادل مع باسم وهتفرق معاه في التصنيف وهيعمل كذا ده كان في الدوري. مش عارف كان بيلعب مع اسيوط باين. مش كده؟ ما يتأثرش على باسم لا. اللي نفع باسم ان كان طارق خالد كان مصنف. فكان باسم هيتأثر، بس اللي بينفع باسم ان ايه؟ ان الدوري كان في شهر 10 كان طارق غير مصنف. يعني يوم ما لعبوا كان طارق مصنف.
بس ما كانش نازل في ما كانش تصنيفه في الدوري كان بادئ بيه في صن فاهم قصدي ولا لا؟ فده نفع باسم لما بس كان هينقص 9 كان هينقص 92% 92% هينقص 9.2 حرام. وباسم برضو كان بايت عندي يومها فقعدنا نشوف القانون وبتاع قلت له يا عم فرح فقام عزمني على حاجه بقى بعديها اقول ما عارف الوقت كده. اشكركم ولو راجعوا النبي الورق ده مهم قوي راجعوه بس نص ساعه كده بكره قبل السويس مانجر نشوف لو في حاجه اساسيه او مهمه مش واضحه اشرحها لكم تاني باذن الله تعالى.